يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري وده من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، حلقة الأربع 23 فبراير 2022. صباح الخير يا جمال. صباح الخير عليك يا أحمد، صباح الخير والسعادة والتفاؤل على حضراتكم جميعا. بنبدأ معاكم يوم جديد وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. وبما أن احنا بنتكلم بقى على التفاؤل، التفاؤل الحقيقة احنا شعب بيؤمن بالفال الحلو والفال الوحش. القطة السوداء فال وحش، بس لما بنشوف اي شخص، في اشخاص كده بنبقى مسمينهم ان هم بالنسبة لنا بيبقوا بالنسبة لنا رمز الفال الحلو. احنا بنؤمن بالتفاؤل، ويعني في بعض المواقف، احيانا بعض اللبس، احيانا بعض الحاجات بيبقى بنتفائل بيها ان كان خير او شر. فكالعادة معنا سؤال حلقة النهاردة. سؤال حلقتنا النهاردة هو مين الشخص اللي بتتفائل بيه لما تشوفه، أو إيه الحاجة اللي بتتفائل بيها لما تشوفها وتحس إنه إن شاء الله كده يحصل لك حاجة كويسة واليوم يكون موفق. ولو ياريت كمان في مواقف ياريت تحكوها لنا عشان نشاركها مع بعض في حلقة النهاردة. بس خليني في البداية أسأل أحمد، إيه الحاجة أو مين الشخص اللي بتتفائل بيه؟ طيب إحنا ممكن نقسم الموضوع زي ما أنت ما قلت يا جمانة لأشخاص وأشياء. لو هنتكلم على الأشخاص تحديداً، هقولك اللي أنا فيه شخص قريب قوي من قلبي. الشخص ده أنا بتفائل بمجرد ما أشوفه. يمكن حصل معايا قصة يعني ظريفة كده في وقت من الأوقات، ما كنتش أعرفه خالص ولقيته كان موجود في نطاق العمل بتاعي من فترة، فلقيته جاي بيقول لي أصمد يا عبد الصمد. فاستغربت الكلمه قوي، انا قلت سجع بقى، اسم احمد عبد الصمد واصمد يا عبد الصمد، فبيقول لنا سجع يعني. فلقيته بيقول لي اللي جاي هيكون افضل، بس لازم تكون متفائل. اللي هتشوفه في رحلتك في الحياه بشكل عام هيبقى كتير قوي، لكن طول ما انت متفائل، طول ما انت بتواجه اي مشكله بتحصل لك بتفاؤل بابتسامه، هتلاقي الدنيا بتعدي، ومهما هتشوف هترجع تفتكر الايام دي وتضحك، لان اللي جاي بيبقى اصعب من اللي بتعدي عليه وبتفتكره في وقت من الاوقات ان هو حاجه صعبه. عدت الايام واصبح الشخص ده كل ما بشوفه في مكان عمل بيبقى يعني اليوم بالنسبه لي خفيف كده وبيعدي عليا بمنتهى التلقائيه. في نفس الوقت اصبح الشخص ده من الاشخاص المقربه جدا ليا، والملاذ الامن ليا بقى، اللي انا لو عندي مشكله عاوز دعوه كويسه بقيت اتفائل بالشخص ده واروح علشان خاطر يدعيلي. ده لو هنتكلم على الاشخاص. لكن جمانة قالت اشخاص وقالت اشياء، فدايما متعارف كده يا جمانة ان بيبقى عندنا زي ما انت ما قلتي قطه سودا اعدي من تحت سلم. انا ما بحبش ان انا اتشائم بطبعي، فانا لما بشوف حاجه من الحاجات دي بستغفر ربنا وخلاص واعتبر نفسي ما شفتهاش، رغم انها ممكن زمان كانت بتاثر فيا لكن دلوقتي اصبحت لا. لكن من الحاجات اللي لما بشوفها بحس بتفاؤل وبحس ان يعني في رضا من ربنا جاي هو فكره اليمامه. لو انا شفت يمامه الصبح مثلا على شباك البيت بقى تحديدا، او سمعت صوتها، بحس ان هو يعني ايه، الحمد لله ده كده رضا. لا ده عارفه الحارس الامين، انا ربنا بعتها لي علشان خاطر في حاجه خير جاي، فده اليمامه دي بتحرسه. فانا اصبحت بتفائل بفكره اليمامه. يعني بحاول ان انا اتفائل بشخص بشكل عام. يمكن في مقوله، المقوله دي بتقول لك لو فقدتي المال فانت فقدتي شيء، لكن لو فقدتي التفاؤل فقدتي كل شيء. فدي دعوة للتفاؤل أنا بوجهها لك وبوجهها للسادة المشاهدين. لكن خلوني أسأل جمانة نفس السؤال اللي هي سألتوني، من الشخص اللي بتتفائلي بيه وجوده في حياتك بشكل عام، ولو شفتيه بيبقى اليوم بالنسبة لك يعني إن شاء الله فيه خير، ونفس القصة الشيء اللي ممكن لو حصل تتفائلي بيه؟ طيب وسع صدرك معايا بقى. أنا وسعت خالص. يعني هقول لك، أنا فعلا الموضوع ده بالنسبة لي يعني زمان كانت عندي الحتة دي، أتفائل وأتشائم والكلام ده. لكن فعلا أدركت أنه أصلا التشاؤم إحنا يعني منهي عنه. صحيح. إحنا يعني فعلا منهيين عن التشاؤم، وأنه دايما كل متوقع انقات. فدايما لما نتفائل بالخير بالفعل بنجده، ده أكيد حسن الظن بالله في كل حاجة. يمكن زمان كنت ممكن لما أشوف شخص معين أحس يا اليوم بقى كده خلاص مش لا كده خلاص. وعلى فكرة فعلا لما يعني مش فكرة الشخص، أنا لما بتوقع أن يومي مش هيمشي كويس حقيقي ما بيمشيش بأفضل حال. ولما بكون يعني صحية إن شاء الله خير وإن شاء الله كل هيحصل كويس وإن شاء الله يعني ربنا يكرمنا النهاردة، بالفعل اليوم بيمشي لطيف جدا وكويس وبسيط وهين. فأعتقد إن دي حاجة بتبقى فينا إحنا، حاجة نفسية بتبقى مرتبطة عندنا إحنا، ربطنها بأشخاص أو ربطنها بأشياء.
فانا يعني اعتقد ان الموضوع ملوش علاقه باشخاص، لكن في جزئيه ثانيه في نفسي. ناس بالظبط هي راحه نفسيه، بس لا يمنع انه احيانا في ناس فعلا ممكن تكون عندهم مشكله انه عينهم مش الطف حاجه. دي الحسد والحسد بالظبط مذكور في القران طبعا بالزبط. فيعني دي وعلى فكره قعدتهم بتبقى لطيفه جدا وبتحبهم جدا، بس انت عارف انه مستقطبوكي عشان عارفه تاخدي العين بعد كده اللي بدول انا بس يعني بحاول يعني ما بكلم مش ابعد عنهم برضو، لانه فعلا في اشخاص منهم بحبها، بس يعني لا يعني بحاول ما تسائلش كتير عارف. نيجي بقى للاشياء برضو في وقت من الاوقات زمان كنت اعتقد انه في مثلا طقم معين، وده بجد والله كان في طقم معين انا عارفه ان كل ما بلبسه بيحصل حاجه في خير جاي. لا العكس، في حاجه هتحصل اصلا والله احيانا وليه تلبسيه يعني نغير الطقم ده. ما انا وبعدين انا احيانا بقى كمان بحب اجرب يعني، طب هجرب كده، طب هشوف اجرب مره اديله فرصه كمان اتاكد بس بنفسي. وبعدين في مره حسيت انه طب ما اجرب ما احطش في دماغي الموضوع ده والبس نفس اللبس واشوف ايه اللي هيحصل. فعلا لما شلت الفكره دي خالص من دماغي، بعدتها عن دماغي خالص وبطلت افكر فيها، وكل ما تيجي في بالي ابعدها عن تفكيري اليوم مشي حلو جدا. ويمكن كنت كمان كنت يعني كان اليوم ده كان فيه حاجه مهمه كنت منتظراها، وفعلا الحاجه المهمه حصلت وكان يوم لطيف جدا وكنت مبسوطه جدا. فاكتشفت انه فعلا احنا اللي جوانا دايما الطاقه دي، او احنا اللي بيبقى جوانا الافكار دي. مره تانية كل متوقع ات، لو توقعنا الخير وتفائلنا خير هو اللي صحيح. هيحصل. واحنا احيانا يا عبد الصمد على فكره ما بنبقاش عارفين الخير فين، يعني ممكن حاجه نكون مستنيينها وفاكرين ان هي دي الخير بالنسبه لنا، بس ربنا يمنعها عننا وبيمنع عننا شر واحنا فعلا ما بنبقاش عارفين يبقى هو ده الخير. عارفه بيبقى ليا احيانا تجربه في اللي انت بتقوليه ده، تحديدا في فكره محدش يعلم فين الخير طبعا. ده حقيقي، احيانا بتبقي عاوزه الحاجه ومتمسكه بيها بشكل جنوني لدرجه ان انت سعيك للحاجه دي والوصول ليها بيخليك تفقدي حاجات كتيره قوي ونعم كتيره قوي عليكي من ربنا، لكن انت مش شايفاها خلاص، لان انت خلاص عينك بتلمع ناحيه الحاجه دي، ومجرد ما تروحي لها تلاقي ان انت كنت بتجري ورا سراب. والعكس احيانا لما تسيبي الحاجه دي وتركزي في اللي معاكي وتقولي الحمد لله، بتلاقي الخير اللي انت كنت مستنياه في وقت من الاوقات جالك في ميعاده، الميعاد اللي ربنا اذن اللي هو يجيلك فيه، علشان هو فعلا في التوقيت ده هيكون فيه خير موجود. انت اتكلمتي على اشخاص ليها علاقه بالتفاؤل وان ده عامل نفسي مش اكتر، وانا متفق تماما معاكي في ده يا جمانة، لان هو الموضوع كله سايكولوجي، الموضوع كله عارفه علم النفس. انا نفسيا كده متاثر، انا النهارده مبسوط علشان جمانة طالعه معايا الحلقه، اكيد ده طبعا كده كده يعني ما فيهاش كلام، لكن لو انا حاطط في دماغي ايه ده، لا انا ما بحبش اشتغل مع جمانة، انا هدخل مش هقدر ان انا ادي في مهام صحيح. عملي. ويمكن في مقوله كده، انت عارفه انا بحب المقولات اللي طبعا. فيها فلسفه شويه بالظبط، يقول لك ايه، ان لم تكن تقم ببناء ذاتك سيقوم احدهم بتوظيفك لبناء احلامه. يعني ان لم تقم ببناء احلامك عفوا سيقوم احدهم بتوظيفك لبناء احلامه. فهي فكره لو انت ارتبطتي بالاشخاص ووجودها في حياتك، هل هي هتبني هل هي هتدمرك؟ في اشخاص كتير قوي بيكون هدفها ان هي ما تبقيش احسن منها، يعني ودول مش اصدقاء. انا ما بشوفش، لان دايما الصديق السوي الصديق الكويس بيبقى بيتمنى ان هو يشوف الناس كلها كويسه والناس كلها ناجحه والناس كلها شاطره، علشان انا اتباهى اللي انا اعرف جمانة، مش العكس اللي انا، عشان احنا اصدقاء عدوك ابن قارب بتحب الخير خالص اللي بيحب بالظبط، ده الصديق الحقيقي. فعشان كده انا بشوف ان فكره التفاؤل بالاشخاص بلاش اللي انا العب عليها نفسيا. في ناس بتبقى وجودها في حياتنا زي ما انا قلت لك، اللي قال لي اسمه دي عبد الصمد ده وكمل معانا، بس ده ناتج من ايه؟ هو صديق كويس دعا لك دعوه حلوه، اليوم مشي، فانت ربطتي في ذهنك على طول ان هو يعني سبب وجوده دايما في اي مكان بيبقى فيه خير جاي. فانا اعتقد ان هو ده يعني السبب نفسي في الاول وفي الاخر. انا كمان اتفق معاك بصراحه. على اي حال خلينا دايما كده نثق في ربنا ونثق ان هو دايما بيعمل لنا الخير، مش شرط نفهم الحكمه، لانه مش دايما بنبقى مدركين حكمه ربنا صحيح. ولا فاهمين اللي ورا النصيب ايه، لكن بكل تاكيد يعني ربنا رب الخير لا ياتي الا بالخير. دايما دايما نتفائل، دايما نحسن الظن بالله ونحسن الظن بنفسنا، واكيد اكيد اللي جاي هيكون دايما احسن، واكيد كمان يعني نصفي بس نوايانا ونصفي النيه لله، واكيد برضو ربنا دايما بيدينا على قد نيتنا. على اي حال ده سؤال حلقتنا النهارده، مين الشخص او الشيء اللي بتتفائل بيه لما تشوفه وتحس انه اليوم هيبقى كويس؟ لو عندكم مواقف يا ريت تقولوها لنا، ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، ومستنيين اجابات حضراتكم عشان نستعرضها مع بعض في حلقه النهارده. صباح الخير والسعاده والتفاؤل على حضراتكم جميعا، صباح الخير يا مصر.
صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. ودلوقتي هنبدأ أولى فقراتنا، وزي ما احنا متعودين معاكم دايما بنبدأ بأهم الأخبار والموضوعات اللي حصلت امبارح. لكن قبل ما نبدأ بالأخبار والموضوعات اللي حصلت امبارح، والأكيد من أهمها طبعا يعني أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى بأمير دولة الكويت، وأكد على أن مصر والكويت بتجمعهم مصير ومستقبل واحد. وكمان التقى سيادته برئيس وزراء الكويت، وأكد تقديره للعلاقات الوثيقة بين البلدين. ورئيس أركان القوات المسلحة شهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي إعصار 63، والقوات المسلحة نظمت زيارة لوفد براعم الجمهورية الجديدة لبانوراما أكتوبر. وإيه كمان يا جمال؟ أيضا معانا يا أحمد متابعة رئيس الوزراء لموقف المشروعات المنفذة والمرافق باقتصادية قناة السويس، وأيضا وجه بسرعة اجتماع لجنة دراسة حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر. كمان رئيس الوزراء تفقد أعمال تطوير مقر مصلحة الشهر العقاري برمسيس. الحكومة نفت زيادة القوائم أو قوائم انتظار مرضى الجراحات بالمستشفيات، وأخبار تانية كتير. لكن بداية معك. شكرا. أول أخبارنا زي ما قلنا لحضراتكم أن امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل زيارة مهمة لدولة الكويت، والتقى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، وكمان التقى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. وأكد سيادة الرئيس حرص مصر على استقرار أمن الكويت وكل الدول الخليجية باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأمن المصري القومي، وأكد كمان أن مصر والكويت بتجمعهم مصير ومستقبل واحد. وفي نفس السياق أيضا التقى أمس سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس الوزراء الكويتي، وأعرب سيادة الرئيس عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية اللي بتجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي. أيضا تم التوافق على تعزيز التعاون في مجال الاستثمار والاقتصاد بين البلدين. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى دولة الكويت في زيارة مهمة، وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مصر والكويت. ولدى وصول سيادته المطار الأميري بالكويت، كان في استقبال سيادته سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر المبارك الصباح ولي عهد الكويت وكبار رجال الدولة في الكويت، وكذا أعضاء السفارة المصرية في دولة الكويت. حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية، وتم استعراض حرس الشرف، وعزف السلامان الوطنيان للدولتين. عقب مراسم الاستقبال، رحب سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدا بالعلاقات المصرية الكويتية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة. من جانبه أشاد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمق العلاقات المصرية الكويتية
قيادة وشعبا وأهمية دفعها لآفاق أوسع. كما عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات مع الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس وزراء الكويت، والذي رحب بالسيد الرئيس في بلده الثاني الكويت، ثم استكمل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المباحثات مع سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر المبارك الصباح ولي عهد الكويت في قصر بيان. والذي حرص على توديع السيد الرئيس في نهاية زيارته لدولة الكويت وكذا أعضاء السفارة المصرية في الكويت عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن. الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي ذو مستويين إعصار 63 واللي بينفذه أحد تشكيلات الجيش الثالث الميداني، وهيستمر لعدة أيام، وده في إطار تنفيذ خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. أيضا القوات المسلحة نظمت زيارة لمجموعة من برنامج براعم شباب الجمهورية الجديدة 2030 واللي بيرعاه حزب المصريين الأحرار لبانوراما حرب أكتوبر في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنمية الوعي القومي لدى المواطنين وتعريفهم بالتاريخ العسكري المجيد للقوات المسلحة وإعلاء قيم الولاء والانتماء لمصر. زي ما احنا عارفين ان في اهتمام كبير من الحكومه بالمنطقه الاقتصاديه لقناه السويس، علشان كده امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عمل اجتماع تابع فيه موقف المشروعات والبنيه الاساسيه اللي بيتم تنفيذها في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس. واكد الدكتور مدبولي تعزيز دور المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس كمركز لوجستي عالمي ومحوري في حركه التجاره العالميه، وكمان المنطقة هتبقى مجتمع متكامل لقطاعات الصناعة والنقل البحري والخدمات اللوجستية، وده بالتأكيد هيدعم عملية التنمية الاقتصادية في مصر. ما زلنا مع دكتور مصطفى مدبولي واستعراضه لجهود جذب مشروعات الهيدروجين الأخضر، ووجه سيادته بسرعة اجتماع لجنة دراسة حوافز المشروعات دي، وقال أن مصر بتقدم فرص واعدة لتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر خاصة أنها تأتي على رأس اهتمامات الحكومة خلال المرحلة الحالية. بنحتفل بمرور 75 سنة على إنشاء مصلحة الشهر العقاري، عشان كده رئيس الوزراء تفقد أمس أعمال التطوير اللي بتتم في مقر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بمنطقة رمسيس. وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بيعتبر على رأس أولويات الدولة المصرية. ننتقل مع حضراتكم لنشاط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، واللي نفى امبارح أخبار انتشرت على بعض صفحات السوشيال ميديا عن زيادة قوائم انتظار مرضى الجراحات بالمستشفيات نتيجة لتوقف المبادرة الرئاسية لقضاء على قوائم الانتظار. المركز تواصل مع وزارة الصحة واللي نفت كل الكلام ده وقالت إنه غير صحيح ومفيش أي زيادة في قوائم الانتظار بالمستشفيات، وإنه المبادرة الرئاسية لم تتوقف وقدرت إنها تعمل أكتر من مليون عملية جراحية مجانا منذ انطلاقها والحد دلوقتي.
يعني هو حاجة غريبة، مبادرة رئاسية وزيها تتوقف أصلاً. الهدف منها هو التخفيف من آلام المواطنين، ويمكن زي ما احنا شفنا مبادرة حياة كريمة دخل فيها أو أصبحت مظلة بتضم تحتها 22 مبادرة رئاسية من ضمنها قوائم الانتظار. لا صحيح، وتم كمان العمل بهذه المبادرة تحديدا يعني وسط جائحة كورونا. صحيح. فيعني مستحيل لما دلوقتي ابتدينا إلى حد ما نشم نفسنا، يعني حتى مش بالمنطق، مش منطقية أنها تتوقف يعني. ده حقيقي، يعني حرب الشائعات. طيب، امبارح وزارة الداخلية نشرت فيديو بيوضح الجهود اللي قامت بيها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والقضايا دي تم ضبطها في عدد من المحافظات، هنتابعها من خلال التقرير التالي. في مواجهتها للسلع الفاسدة والمغشوشة والمقلدة، تحقق أجهزة وزارة الداخلية نجاحات كبيرة، فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط أكثر من 88 طن ملح سياحات غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومخصصة للأغراض الصناعية ومحظور استخدامها للأغراض الغذائية بمخزنين ومصنع بالشرقية والمنوفية والإسكندرية. كما استطاعت ضبط قرابة 70 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على صحة المواطنين بثلاجتين لحفظ السلع الغذائية بالقليوبية والبحيرة. وتمكنت من ضبط نحو 9 أطنان ونصف لحوم ودواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاث ثلاجات لحفظ السلع الغذائية بالمنوفية والجيزة والشرقية وشركة لتعبئة اللحوم المجمدة بالمنوفية. كما نجحت في ضبط قرابة 13 طن سكر وحلاوة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤول عن مصنع حلاوة بدون ترخيص بالمنوفية، وضبط 9 أطنان ونصف سكر تموني مدعم مخصص للبطاقات التموينية قام مالك محل بدال تموني بالقليوبية ومالك مخزن بدون ترخيص للسلع الغذائية بالبحيرة بتجميعها لبيعها بالسوق السوداء، وضبط 400 طن مخللات و32 طن مستلزمات إنتاجها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المخللات بالمنوفية. كما تمكنت الإدارة من ضبط 465 طن دقيق به نقص في الأوزان و122 طن أقماح جمعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مسؤول مطحن لإنتاج الدقيق بالسويس، كما تم ضبط أكثر من طن دقيق بلدي بحوزة مالك مطحن غلال بسوهاج بهدف الإتجار به في السوق السوداء. ونجحت في ضبط 42 طن زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بالمنوفية ومخزن مواد غذائية بدون ترخيص بالقاهرة، وضبط 10 أطنان أرز وعدس غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمصنع بدون ترخيص لتعبئة السلع الغذائية بالإسكندرية. وضبطت الإدارة أكثر من 20 طن كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاجة بدون ترخيص لحفظ السلع الغذائية بالجيزة، كما نجحت الإدارة في ضبط أكثر من 11 طن مسلي صناعي وزيت طعام مجهولة المصدر بمخزن دون ترخيص لتجارة السلع الغذائية، وضبط قرابة 25 طن أقماح محلية بحوزة مالك شونة بالغربية بهدف بيعها بالسوق السوداء. الإدارة تمكنت من ضبط أكثر من 14 طن أسمدة ومبيدات زراعية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الزراعي بالشرقية والغربية والدقهلية، وضبط قرابة 16 طن منظفات صناعية غير مطابقة للمواصفات القياسية بمصنع منظفات صناعية بدون ترخيص بالجيزة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. ومن الاخبار اللي حصلت امبارح للاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله، النهارده المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام هينظم جلسه حواريه بحضور كبار الاعلاميين والصحفيين ورؤساء القنوات والنقاد الرياضيين الساعه 1 الظهر لمناقشه القضايا المتعلقه بالاعلام الرياضي. النهارده كمان محافظه بورسعيد هتستضيف لاول مره المؤتمر الدولي للسياحه البينيه العربيه. المؤتمر ده بينظمه جمعيات كليات ومعاهد السياحه العربيه التابعه لاتحاد الجامعات العربيه، وفعالياته هتستمر لحد يوم 25 فبراير. كمان النهارده مكتبه الاسكندريه هتفتتح معرض اجنده 2022 الفني في دورته ال15، ده هيكون الساعه 2 الظهر بقاعتي المعارض الشرقيه والغربيه مركز المؤتمرات، والمعرض ده بيعتبر نافذه مهمه لطرح الاعمال الفنيه التشكيليه للجمهور.
النهارده كمان هتبدا وزاره الماليه في صرف مرتبات شهر فبراير 2022، وده هيكون ل 6 مليون عامل بالجهاز الاداري للدوله، وهيستمر الصرف لمده يومين. كمان النهارده مجلس الدوله هينظم احتفاليه بعنوان يوم الوفاء والانجاز، وهيتم خلالها تكريم قضاة المجلس الاكثر تميزا في الانجاز خلال العام القضائي 2020-2021. طيب بنرحب بحضراتكم مره ثانيه، وخلينا دلوقتي نروح نشوف بعض الاجابات على سؤال حلقه النهارده. نفكركم بالسؤال مره ثانيه، السؤال قولوا لنا مين الشخص او الحاجه اللي انتم بتتفائلوا بيهم على الصبح قبل ما تبتدوا يومكم، وكمان لو تحكوا لنا موقف. في بعض الاجابات اللي جت، في دكتوره رباب سيد عبد اللطيف تقول صباحكم خير وبركه، لما بشوف شخص كبير في السن ويدعي لي بحس اني اخذت حظي بجمال اليوم، وفعلا بيبقى يوم حلو جدا حتى لو حصل فيه شيء سيء بيبقى عادي بالنسبه لي. صباح الخير عليك يا دكتوره رباب. طيب في نرمين هشام، نرمين بتقول صباحكم فل وورد وياسمين من مطروح على احلى واحسن ناس في الدنيا، واحنا بنصبح طبعا على اهالي مطروح. الشخص اللي بتفائل بيه اولا امي، ربنا يبارك فيها ويخليها، طبعا ربنا يحفظها لك، وثانيا شخص بيعز عليا جدا وبحترمه وبحبه وبقدره زي اخويا الكبير وبعتبره حد من اهلي، هو دكتور تامر احمد. بجد الشخص ده انا بتفائل بيه جدا ودايما واقف جنبي وساعدني كتير في حياتي، انا حابه اشكره قدام الناس كلها وبقول له من غير وجودك في حياتي انا ممكن اتعب. بجد ربنا يخليك ليا يا رب وما يحرمنيش منك ابدا. يعني طبعا ربنا يبارك في اي حد بيساعد الناس طبعا وبيقف في ظهرها. يعني في علي العميري بيقول صباح الخير عليكم، من بعد والدتي الله يرحمها ما بشوفش حد غيرها بوشها البشوش وحليتها المفرطه، بيبقى يومي جميل وسعيد وابواب الرزق كلها مفتوحه، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته. ربنا يرحمها يا رب وتعيش وتفتكر. ترجمانه في تعليق جاي تقريبا احنا عملنا بيه مشكله مش عارف، يعني بيقول لك وليد الحسين وليد بيقول لك صباح الخير على احلى برنامج واجمل ناس، بس في الحقيقه بالنسبه للموضوع يعني الموضوع مش مرتبط برؤيه اشخاص، هي اقدار من المولى عز وجل. صباحكم فل ان شاء الله، بس الغريب ان دخل احمد حسن عبده ومنشن استاذ وليد وقال له طب بالنسبه لنبويه، فمش عارف نبويه دي زوجته ولا نبويه هو ضحك قال له ربنا يصلح الحال وحالنا جميعا، يعني فيا ريت نتفائل برضه بالاستاذه النبويه. طيب في وليد احمد حماد بيقول صباح الخير عليكم، صباح الخير على مصر كلها، انا بالنسبه لي بتفائل ببنتي حنين وابني محمد ربنا يخليهم لي وطبعا يعني اللهم امين ربنا يخليهم لك ويخليك ليهم يا رب. في العارف بالله بيقول انا بتفائل لما استيقظ من النوم واشوف برنامج صباح الخير يا مصر واشوف الاستاذه جمانه ماهر. ربنا يخليك والله. طبعا كلنا بنتفائل لما نشوف جمانه، والله انا مش قادر اقول لك انا متفائل ازاي والله يا استاذ العارف. بعد اذنكم ميرسي صباح الخير عليك. طيب شفت بقى كذبتني مش عارفه اتكلم. طيب في اشرف نصر الدين بيقول صباح الخير والسعاده عليكم، بتفائل بأمي ولازم أبدأ يومي بيها، أشوفها وأصبح عليها قبل ما أخرج لشغلي، صباح الخير يا أمي، صباح الخير على والدتك وصباح الخير عليك وربنا يخليكم لبعض. بص لنا أديها طبعا ويصبح عليها. طيب آخر تعليق معانا، في بيقول وليد أحمد حماد بيقول صباح الخير على أحلى برنامج في القناة الأولى وصباح الخير على مصر كلها، أنا بالنسبة لي بتفائل ببنتي حنين وابني محمد ربنا يخليهم لي امين يا رب وصباح الخير عليكم جميعا. صباح على حضراتكم مره ثانيه في صباح الخير يا مصر، ودلوقتي ميعادنا مع معرفه بقى اجواء الطقس. جمانه احمد طبعا يعني احنا عارفين انه في موجه من الاضطرابات الجويه خلاص هتضرب مصر اليومين اللي جايين. بتيجي كل ويك اند يا جماعه. انت من ساعه ما ركزت في الموضوع ده هو بيحصل بصراحه. على اي حال خلينا نطمن على حاله الطقس. طبعا النهارده هيكون الطقس مائل للدفء نهارا على القاهره الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشماليه الغربيه، وايضا شمال الوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه وشمال الصعيد، وهيكون دافئ على وسط وجنوب سيناء. لكن خلينا في تفاصيل اكتر عن حاله الطقس في القاهره والمحافظات من الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، واهلا بيكي معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك استاذه جمانه، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني في البدايه حابين نعرف من حضرتك هذه الاضطرابات الجويه اللي هتضرب القاهره وهتضرب كمان جميع انحاء مصر، خلينينا عنها يا فندم وطمنينا.
هو احنا بالفعل بدايه من اليوم هنبدا نشهد حاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، لاننا بنتاثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو من سطح الارض، وايضا منخفض على سطح البحر المتوسط. او خلال فتره النهار الطقس هيكون فيه وارتفاع كمان في درجات الحراره، الطبقة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم توصل ل 23 درجة مئوية، يعني الطقس هيكون دافي جدا خلال فترة النهار. ومع تقدم ساعات النهار هيكون شرط الرياح مثير للرمال والأتربة، سرعات الرياح ما بين 30 وال 40 كيلو متر في الساعة جنوبية غربية، فهتكون محملة بالرياح. مع تقدم ساعات المساء المنخفض هيبدأ يتحرك باتجاه شرق البلاد، ويبدأ يأثر علينا بأمطار على القاهرة الكبرى ومحافظات جنوب الوجه البحري، لكن الأمطار اليوم على القاهرة الكبرى قد تكون أمطار خفيفة، الفرصة ضعيفة لكن وجود أمطار خفيفة قد تكون رعدية. لكن خلال ساعات النهار الأمطار هتبدأ على السواحل الغربية للبلاد، هتكون أمطار متوسطة وتكون رعدية كمان مع حبات البرد. ومع دخول ساعات انخفاض درجات الحرارة ملحوظ، دكتورة منار يعني عذرا للمقاطعة، لكن أتمنى بس حضرتك تقفي في مكان تكون الشبكة فيه أحسن عشان نسمع حضرتك كويس. مع تقدم ساعات إن شاء الله الليل هيبدأ طبعا درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ، والطقس هيكون شديد البرودة، لكن ابتداء من غدا الخميس إن شاء الله هيكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة مناطق الجمهورية بحوالي 6 درجات عن اليوم. غدا متوقع الاجواء الشتويه هتكون على كافه مناطق الجمهوريه، الطقس هيكون مائل للبروده خلال فتره النهار، شديد البروده خلال فتره الليل، مع استمرار فرص سقوط الامطار. يمكن كمان الامطار كميتها هتزيد وهتبدا تتقدم للمناطق الداخليه من البلاد، وهتكون امطار متوسطه او نقول امطار متفاوته الشده على سواحلنا الشماليه، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى، هتمتد كمان لبعض المناطق من شمال الصعيد، مدن القناه وسيناء، الامطار دي هتكون ايضا امطار رعديه مع استمرار نشاط الرياح المثير للرمال والاتربه. هي الحاله الجويه هتستمر معانا للجمعه كمان، وان شاء الله ابتداء من السبت هنبدا نشعر بتحسن في الاحوال الجويه. طيب يعني دكتوره منار غانم نشكر حضرتك طبعا على كل هذه التفاصيل والايضاحات. يعني خليني اكد على كلام حضرتك مره ثانيه، ابتداء من منتصف اليوم النهارده هيكون في انخفاض تدريجي في درجات الحراره، بالليل الجو هيكون برد، وبكره هيكون في كمان انخفاض في درجات الحراره وفي رياح محمله بالاتربه. طيب مشاهدينا خلينا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده في القاهره وايضا في بعض المحافظات. خلينا نبدا بالقاهره، القاهره درجه الحراره العظمى هي 23 والصغرى 12، اما الاسكندريه فهتكون 22 الصغرى 11، كمان بورسعيد العظمى 24 الصغرى 12، الاسماعيليه العظمى 24 والصغرى 10، اما الاسكندريه فالعظمى 22 والصغرى 11، سيوه العظمى 24 والصغرى 8، دمياط العظمى 23 والصغرى 11، اما بالنسبه للسويس فالعظمى 24 وايضا الصغرى 11. خلينا نروح للعريش، العريش درجة الحرارة العظمى فيها 23 والصغرى 10، أما بالنسبة لسان كاترين فالعظمى هتكون 20 درجة الصغرى 4 درجات، في الغردقة العظمى 25 والصغرى 14، أما بالنسبة لبني سويف فدرجة الحرارة العظمى هتكون 25 والصغرى 8 درجات. نروح لطابة درجة الحرارة العظمى 22 الصغرى 13، شرم الشيخ العظمى 25 الصغرى 15، الفيوم العظمى 24 والصغرى 9، المنيا العظمى 25 ايضا الصغرى الصغرى 7. في كمان اسيوط، اسيوط درجه الحراره العظمى 25 الصغرى 7 درجات، قنا العظمى 27 والصغرى 9 درجات، اسوان درجه الحراره العظمى 28 درجه والصغرى 10 درجات، شلاتين العظمى 27 والصغرى 12 درجه، اما سوهاج فدرجه الحراره العظمى 26 والصغرى 8 درجات، الاقصر العظمى 27 الصغرى 9 درجات، والوادي الجديد العظمى 28 والصغرى 6 درجات، اما بالنسبه لحلايب فدرجه الحراره العظمى 24 والصغرى 13 درجه. دي كانت يعني اخبارنا عن الطقس، واستعرضنا لدرجات الطقس النهارده باذن الله. ناخد بالنا كويس جدا النهارده وبكره لغايه يوم السبت زي ما سمعنا من دكتوره منار غانم. اما دلوقتي خلينا نرجع مره ثانيه لاحمد. شكرا يا احمد. شكرا يا جمانه، وبشكرك على العرض التفصيلي ده تحديدا.
مفيش شك ان يعني واحنا داخلين بقى على شهر مارس هو شهر المرأة بامتياز، بنتكلم 8 مارس هو يوم المرأة العالمي، 21 مارس عيد الأم، بنتكلم في 8 في 16 مارس ايضا يوم المرأة المصرية. علشان كده الدولة اهتمت بشكل كبير جدا بتمكين المرأة خلال الفترة اللي فاتت، وده ترجم بشكل واضح في عدد من القضايا، منها تمكين المرأة اقتصاديا من خلال مشاريع خاصة وتقديم تمويلات وتدريب للمرأة على حرف كتيرة علشان يكون لها دخل ثابت تقدر من خلال الدخل ده ان هي تعيش بيه وكمان تطور من انتاجها. أصبح واضح للجميع وللعالم كله أن بقى فيه اهتمام كبير من الدولة المصرية بتمكين المرأة، وده اترجم بشكل واضح من بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر. ويمكن أهم تطور في ملف المرأة المصرية هو تمكينها اقتصادياً عشان يكون ليها دخل ثابت يحميها من تقلبات الزمن. جزء كبير من ملف التمكين الاقتصادي اللي اتعمل للمرأة المصرية اشتغلت عليه وزارة التضامن الاجتماعي، وده ما كانش من خلال تقديم دعم نقدي وبس، لكن مساعدة المرأة في تنفيذ مشاريع خاصة بيها. دعمت الوزارة المشروعات اللي تتناسب مع ثقافة الإنتاج وفق طبيعة الأسرة ومحل إقامتها، واللي بيتنوع ما بين تربية الأغنام والطيور والمصنوعات والمشغولات اليدوية والتجارة في الخضروات والمخبوزات. دشنت الدولة كمان برنامج فرصة للفئات الأولى بالرعاية خاصة في المناطق الريفية، وفي عام 2020 بدأ البرنامج في تنفيذ أول مبادرة في سلاسل القيمة للإنتاج الحيواني المنزلي في مصر. كان هدف المبادرة المساعدة في خلق أنشطة مستدامة ناجحة تحقق دخل وعائد يساهم في رفع مستوى معيشة المرأة المصرية. كمان شارك جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم ملف تشجيع إنتاجية المرأة المصرية، وده من خلال تطوير قدراتها وتنفيذ برامج تدريبية علشان تنمية مهاراتها. جهاز المشروعات الصغيرة ضخ حوالي أكثر من 10 مليار جنيه لمشروعات المرأة، تم من خلالها تمويل 675 ألف مشروع صغير ومتناهي في مختلف محافظات مصر، وده في الفترة من يوليو 2014 ولحد آخر شهور في عام 2021. كمان الجهاز نفذ مجموعة كبيرة من المبادرات لدعم وتمكين المرأة في مجالات كتير زي الحرف التقليدية في محافظات الوادي الجديد والبحر الأحمر والمنيا وشمال سيناء والفيوم. زي ما شفنا مع حضراتكم من خلال التقرير الجهود اللي بتعملها الدولة لتمكين المرأة اقتصاديا، لكن تمكين المرأة لو هنتكلم عليه في مصر مش اقتصاديا فقط، لأن سياسيا كمان المرأة موجودة وبقوة وبقوة كبيرة جدا. يمكن يعني لأول مرة بنشوف وزارة فيها 8 سيدات في الحكومة بيشغلوا حقائب وزارية، حقائب وزارية هامة جدا. بنتكلم على سبيل المثال، مثلا بنتكلم على وزارة التخطيط، بنتكلم على وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، يعني كلها وظائف ذات طبيعة خاصة لكن المرأة أثبتت فيها يعني كفاءة هائلة جدا. بنتكلم كمان على مجلس النواب، بنتكلم في أكثر من 162 مقعد للمرأة بخلاف بقى حدث ولا حرج نواب المحافظين أو نائبات المحافظين وغيرها من التمكين السياسي اللي حظت به المرأة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. دلوقتي مشاهدينا الساعة 8 صباحا، خلونا نروح لموجز لأهم الأنباء مع جمانة. تفضل يا جمانة. شكرك يا أحمد، شكرا جزيلا. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية فجر اليوم لمقر الكلية الحربية، وذلك بحسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. أعلنت وزارة الصحة خروج 1846 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 403,967 حالة. وفي بيان للوزارة أعلنت تسجيل 1989 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة.
أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي عبد الله اللافي دعم المجلس لجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها لضمان الاستقرار الدائم في كل مناطق ليبيا واستكمال برنامجها لتوحيد المؤسسة العسكرية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللافي مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5 لبحث مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية والخطوات العملية المتخذة لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية وتوحيد المؤسسة العسكرية. أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه ألغى اللقاء الذي كان مقررا بينه وبين نظيره الروسي سيرجي لافروف في جنيف هذا الأسبوع، وذلك بعد اعتراف موسكو بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا وإرسالها قوات إليهما. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني ديمتري كوليبا، قال بلينكن إن الهجوم الروسي لأوكرانيا بدأ بالفعل، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كشف عن هدفه المتمثل بإخضاع أوكرانيا بالكامل، مضيفا أن بوتين يخرق بشكل صارخ القوانين والمبادئ التي حافظت على السلام في جميع أنحاء أوروبا والعالم. وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش انتقادا شديد اللهجة إلى موسكو، مؤكدا أن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لا يمكن تطبيقها انتقائيا، مطالبا روسيا بالتزام هذا الميثاق بالكامل فيما خص العلاقة مع أوكرانيا. وفي مؤتمر صحفي شدد غوتيريش على أن الدول الأعضاء وافقت عليها جميعا وعليها جميعا تطبيقها. وأضاف الأمين العام أن قرار روسيا الاتحادية الاعتراف بما يسمى باستقلال مناطق معينة من منطقتي دونتسك ولوغانسك يشكل انتهاكا لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها. أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن بلاده ستطور التعاون العسكري مع روسيا بغض النظر عما قد يفكر فيه الغرب بشأنها. وفي تصريحات قال لوكاشينكو أن جيشي البلدين قاما بتدريبات مشتركة واسعة النطاق على مدار 6 أشهر الماضية. وشدد الرئيس البيلاروسي على أنه من حق بلاده السيادي أن تتعلم الدفاع عن نفسها على أرضها في أي وقت وفي أي مكان. ورياضيا، فاز الأهلي على ضيفه مصر المقاصة 4 أهداف دون رد في الجولة 10 من الدوري الممتاز. بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 22 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما توقف رصيد مصر المقاصة عند 8 نقاط في المركز 15. انتهى موجز 8 وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر، لكن بعد الفاصل فابقوا معنا. صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. النهاردة جامعة عين شمس هتشهد السبت القادم تخريج دفعة جديدة من برنامج سفراء المناخ، والمرة دي الدفعة بتضم 5000 شاب إفريقي هيكونوا قيادات وسفراء في دولهم لمعالجة التغيرات المناخية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن البرنامج ودور الشباب في الحفاظ على البيئة، وخاصة مع استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 من خلال الدكتورة نهى دنيا عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. يعني دكتور، في البداية عاوزين نتكلم عن الدورة الجديدة ومشاركة الشباب الإفريقي فيها تحديدا، ودورهم بقى في دعم قضايا تغير المناخ. احنا الحمد لله في الكلية دربنا يمكن 5000 شاب مصري يبقوا تأهيل لسفراء المناخ، المفروض احنا بنزيد ثقافة الشعب الخاصة بتغير
التغير المناخي والتأثيرات المختلفة، لازم نتواكب مع وجود مؤتمر كوب 27 التي سيعقد في القاهرة إن شاء الله نوفمبر الجاي شرم الشيخ. فالمفروض إن إحنا نغير الثقافة، يعني إحنا كان فكرنا في الكلية إن إحنا إزاي نغير ثقافة الشعب يبقى هو متواكب مع كل الأحداث اللي بتحدث في مصر. صحيح. مع كمان التغيرات الموجودة يعني هو يتفهمها ويبقى واعي بيها كمان. احنا فكرنا كمان ان مصر بتمثل الكرسي الافريقي في الكوب 27 وتمثل الصوت الافريقي، وبالتالي لازم كمصر ام الدنيا طبعا لازم ان احنا نبقى كمان نغير الوعي ونزوده في الدول الافريقيه الخاصه بالتغير المناخي. فخطبنا الاتحاد الافريقي للجامعات وعملنا شراكه معاه ومع المركز الثقافي البريطاني وممثل عن كوب، وعملنا دوره متميزه جدا للطلاب الافارقه. كل جامعه افريقيه رشحت 10 طلاب من الجامعه اشتركوا معانا من جميع الدول الافريقيه الحمد لله. يعني عندنا حوالي من نيجيريا، من حوالي 115 طالب من نيجيريا، 25 من السودان، 13 من اثيوبيا، 23 من كينيا، 18 من زامبيا، 17 من غانا. معظم الدول الافريقيه ممثله معانا في الدوره دي. ده احنا بنديهم دوره مكثفه جدا ازاي، ايه اسباب التغير المناخي، ايه اثاره المختلفه على القاره الافريقيه. ان شاء الله التخرج بتاعهم هيعملوا مشروع تخرج بالتاثيرات المختلفه على دولهم، بحيث ان احنا نبقى في الكوب فاهمين وعارفين احتياجات القاره الافريقيه. طيب دكتور نهى، بعد التحيه معلش خلينا نعرف من حضرتك يعني تفاصيل اكتر عن يعني البرنامج التعليمي لسفراء المناخ الافريقي، خاصه حضرتك قلتي انه في يعني شباب من مختلف الدول الافريقيه، فأكيد طرق بتختلف حتى اللغة بتختلف أكتر من لغة للدراسة، فلو حضرتك تقول لنا بعض التفاصيل. هو طبعا مختلف عن الخاص بالمصريين، اللغة الإنجليزية طبعا هي اللغة اللي احنا بندرس بيها. في دورة تانية بتتعمل باللغة الفرنسية إن شاء الله للدول المنطقة الفرنسية اللي موجودة في أفريقيا. كانوا خبراء متميزين جدا، حاولنا إن احنا نتشارك كمان يبقى كل الأبلكيشن أو كل دراسات الحالة على أفريقيا، نوريهم المشاكل الخاصه بيهم اللي بيعاني منها من خاصه التغير المناخي. فكانت بصراحه وكان هم يعني متجاوبين جدا معانا وعندهم شغف للعلم، وفعلا مصر هم حاسين ان مصر هي الدوله اللي بتمثلهم وهي فعلا يعني ام القارات، يعني ام الدول وام الاوطان يعني بصراحه. نعم. طب دكتور نهى، يعني عاوزين نعرف بقى الشروط والمعايير اللي حضراتكم يعني بتتخذوا بيها علشان تضموا الشباب لهذه الدوره، وكم شاب تقدم حتى الان؟ حاليا احنا قسمناها على اكثر من دوره، يعني كل دوره 500 شاب لغايه ما نوصل، هنعمل 10 دورات لغايه كوب 27 لغايه ما نوصل ل 5000 شاب اللي احنا المفروض نوصلهم. يعني طبعا بنعمل انترفيو للشباب كلهم تقريبا حاملين درجات ماجستير مثلا او دكتوراه، ممكن يكونوا بيشتغلوا في اماكن متميزه جدا في افريقيا. عملنا انترفيو ليهم على مدار يومين، وطبعا هي الدوره اونلاين عشان نقدر ان احنا ناخد كل الدول من كل افريقيا وفي نفس الوقت وفي نفس التوقيت. دي تجربه كانت متميزه جدا ان كله داخل معانا وكله بيتشارك الاراء ويتبادل كل المعلومات بين القارات بين الدول المختلفه في افريقيا. يعني هي بصراحه كانت متميزه وتجربه نادره يعني. فهم كلهم عملنا انترفيو، ناس متميزه جدا جدا معانا اونلاين. كمان بيفيد ان انتوا تاخدوا اكبر عدد من الشباب وفي نفس الوقت تتبعوا الاجراءات الاحترازيه عشان فيروس كورونا. بالظبط بالظبط، وعايزين يستفيدوا من تجربه مصر وايه عملت ايه في التغير المناخي طبعا عشان اجنده افريقيا اللي هي 2063. نعم. نقدر نشرح لهم احنا عملنا ايه في اجنده مصر 2030 وايه اللي بنعمل ايه عشان نتواكب ونعمل تكيف او تخفيف من اثار التغير المناخي في مصر. يعني هي طريقه للتعاون مع افريقيا، ودور مصر دايما القيادي في القاره الافريقيه. طيب دكتور نهى، بعد ما بيتخرج الطلاب دول وزي حضرتك قلتي بيبقى في مشروع تخرج ايضا، ايه اللي بيحصل بعد كده؟ ازاي بيكون ليهم دور في هذا الملف تحديدا، ان هو ملف مهم جدا خاصه في ظل ان احنا بننظم طبعا مؤتمر المناخ العالمي كاب 27 خلاص خلال كام شهر، ايه اللي بيعملوه بعد ما يخلصوا دراسه؟ هو اتحاد الجامعات الافريقيه عنده تارجت وعنده هدف ان هو عايز كل جامعه كل الطلاب اللي داخلين اي جامعه في افريقيا يكون عندهم فكره عن التغير المناخي وعن اثاره، وبالتالي هو ده احنا بنديهم التي او سي المدربين الاصليين العشره، هم بقى هيشتغلوا داخل الجامعه الخاصه في دولهم ويدربوا الشباب داخل الجامعه دي. طبعا احنا بنشتغل على الشباب، هم جيل المستقبل، هم يعني هم املنا في المستقبل باذن الله. فهم ده الهدف بتاع الاتحاد الافريقي، ان احنا كل شاب داخل جامعه في افريقيا يكون فاهم يعني ايه تغير مناخي، يعني ايه كوب 27، ايه الاثار بتاعته في دولته. فهم العشره دول هيبقوا سفارنا داخل كل جامعه افريقيه. نعم. دكتور حضرتك يعني تحدثت عن كوب 27
وهو يعني على بعد أشهر قليلة، بنتكلم في شهر نوفمبر، هيتم انعقاده في شرم الشيخ تحديداً. ومصر حريصة على أن التوصيات اللي تخرج من هذا المؤتمر تكون ملزمة يعني لكل الدول المشاركة في كل دول العالم تحديداً. يعني إزاي أقدر أن أنا أعزز من دور الشباب دول من خلال يعني فعالية كبيرة أو مؤتمر كبير زي مؤتمر تغير المناخ في نوفمبر القادم؟ ان شاء الله احنا بنامل يكون لنا يعني سيشن على جانب على هامش المؤتمر، نعرض فيه التجربه بتاعه صحراء المناخ. احنا بنشتغل على الشعب المصري وعلى ثقافه الشعب. كل سفير مناخ طالع مننا من الدوره بتاعتنا او متخرج منها هيدرب هو حوالي 200 طالب برضه في الجامعات المصريه، يعني متوالي عددي. بالظبط عشان نوصل لاكبر عدد لازم حدث زي كده في مصر يحدث. لازم كل شاب وكل مواطن في مصر يبقى متعايش مع الدوله ويساعدها، خصوصا في خلال يعني الجمهوريه الجديده والتغيرات الجميله اللي احنا شايفينها في مصر. لازم يكون الشعب كمان له دور ويساند، يبقى هو له بصمه. احنا بنعلمهم ازاي يحسبوا البصمه الكربونيه، يعني انا مساهمه كفرد قد ايه في البصمه الكربونيه في الدوله بتاعتي. وفي نفس الوقت احنا بنساعد برضو يعني في الكليه عندنا مبادرات اخرى خاصه بالمصانع مع اتحاد الصناعات، اللي احنا هنأهل المصانع دي بحيث تبقى هي صديقه للبيئه وتقلل البصمه الكربونيه بتاعتها. كل المؤسسات معانا. معلش هنا عاوزين يا دكتور نوضح البصمه الكربونيه للمشاهد. البصمه الكربونيه هو قد ايه هو بينبعث غازات كربونيه من خلال ممارسات المختلفه اليوميه للفرد. يعني هو بيركب مواصلات قد ايه، بيستهلك ميه قد ايه، بيستهلك كهرباء قد ايه، طاقه، بياكل قد ايه، برضه كل الحاجات دي بيطلع منه مخلفات قد ايه، بنحسبها عندنا بمعادلات. وكل فرد بيحاول يقلل البصمه الكربونيه بتاعته. هي اصلا البصمه الكربونيه للدوله ناتجه من ايه؟ من افراد ومؤسسات وشركات، وبالتالي احنا بنساعد كل الجهات ووزارات وهيئات ومؤسسات. فاحنا عندنا مبادره كبيره في جامعة عين شمس من خلال الكلية طبعا ومساندة رئيس الجامعة الدكتور محمود الميتيني، متحمس جدا للمبادرة. واحنا بنحاول نساعد كل الهيئات والمؤسسات، المطارات تبقى مطار اخضر، السائح جاي في شرم الشيخ عايز يشوف مدينة خضراء كاملة، يعني فهي لازم احنا نبقى نساعدهم ازاي يتأهلوا، سواء كان من خلال الوعي او كمان من خلال الدراسة الفنية، ازاي يتحول الفندق يبقى فندق بيئي، ازاي يتحول المطار يبقى مطار بيئي او مطار اخضر، ازاي نفس السكان اللي هم في البازارات والسكان اللي عايشين في المنطقة يبقوا فاهمين يعني ايه تغير مناخي، يعني ايه موضوع التأثيرات المختلفة ليها، المؤتمر الموجود هيتعمل ازاي. ده احنا بنحاول احنا كدورنا اكاديمي، كدور الكليه اكاديمي في المجتمع، بنحاول ونساعد الدوله في الفتره القادمه باذن الله. طيب دكتور نوح، حضرتك قلتي انه بيكون في انترفيو او بيكون في مقابله للطلاب اللي بيتم ترشيحهم ان هم يشاركوا في هذه المبادره. عايز اعرف من حضرتك معايير الاختيار، ولو حد دلوقتي بيسمعنا وحابب انه يشارك في هذه المبادره ايه اللي ممكن يحصل؟ ممكن يعمل هو إيه؟ هو بالظبط احنا بنعمل انترفيو سواء للمصريين او طبعا عملنا للافارقه. هو يعني بيفضل يكون درجه جامعيه طبعا متقدمه، ماجستير مثلا على الاقل، او طبعا في ممكن بكالوريوس يكون عنده برضه قدره على يكون ملهم، يكون مؤثر، يكون عنده رغبه داخليا ان يبقى له دور توعوي، لان هم كل دول هيبقى هم سفراءنا في الدوله كلها، وبالتالي لازم يكون عنده الاستعداد الداخلي ان هو يقدر ان هو يعلم ويوعي، وعنده الثقافه، نساله حاجات كتير عن الثقافه اللي موجوده سواء من خلال البيئه، اهتمامه بالبيئه، يعني في اسئله كتير احنا بنديها للمتقدم في الانترفيو، بالاضافه الى 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 وعي بتاعه. مثلا ممكن يكون شغال في جامعات اهليه بتساعد المجتمع، ممكن يكون مكانه في الوزارات بيهتم في ادارات البيئه في الوزارات المختلفه، يعني له دور في السلامه والصحه المهنيه، له دور. فاحنا في كرايتيريا كتير، معايير كتير احنا بنختار باساسها المتقدمين، لان العدد كبير جدا من المتقدم، يعني دي فعلا حاجه كويسه جدا. ده شيء مبشر انه اصلا في عدد كبير، ده شيء مبشر جدا. عدد كبير سواء كمان من افريقيا، احنا عندنا دوره جاهزه ثانيه 300 فرد برضه موجودين او لغايه دلوقتي تقدموا للدوره الجديده بتاعت افريقيا في شهر مارس، واحنا طبعا بنوقف على ال 500 عشان الاونلاين وعشان حاجات كتير والتعليم الجيد. فاحنا يعني لغايه دلوقتي في 300 تقدموا تانيين، ولسه كله بيكلموني يعني ان هم عايزين يتقدموا، واحنا بنعمل لهم انترفيو وبنلاقي احسن العناصر يعني. طبعا يا دكتور احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر. دكتوره نهى دنيا عميد كليه الدراسات العليا والبحوث البيئيه بجامعه عين شمس، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. لسه مكملين معاكم، لكن هنروح لموضوع اخر، نروح للرياضه، موضوع رياضي وفقره رياضيه. امبارح كان في مباراه مهمه جدا للنادي الاهلي، قدر خلالها انه يحقق الفوز على نادي مصر المقاصه ويعود للتربع على قمه الدوري المصري، وده قبل ايام من لقاء سان داونز الجنوب افريقي في الجوله الثالثه لدوري الابطال الافريقي. خلينا نتكلم عن الجوله دي من الدوري واستعداد الانديه المصريه كمان لجوله دوري الابطال الافريقي مع الاستاذ محمد مراد الناقد الرياضي. صباح الخير عليكم، نورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا زمانه، وصباح الخير عليك يا احمد كوسنو، وانتم طيبين وبخير. صباح الخير يا محمد.
يعني عاوزين نعرف منك في البداية، شفت ازاي ماتش امبارح الخاص بالأهلي ومصر المقصة، وتربع الأهلي من جديد على عرش الدوري المصري؟ يعني طبعا الأهلي يا احمد، لو هنتكلم على الأهلي طبعا الأهلي رجع لمكانه الطبيعي مع احترام جميع أندية الدوري الممتاز، سواء بيراميدز اللي بينافسوا على المركز الثاني او الزمالك صاحب المركز الثالث. نعم. الاهلي الحقيقه لو هنتكلم اقوى فريق في الدوري المصري كاسماء كدكه احتياطي، عنده فريقين فرقه احتياطيه والاثنين قريبين من بعض، وده يعني من اساسيات نجاح اي فريق ان انت طبعا يبقى عندك دكه احتياط قويه تقدر تنقذك في اي موقف، وده اللي حصل مع الاهلي الفتره الاخيره في ظل ضغط الماتشات وظل وجود اكثر من لاعب دولي عندهم ضغط مباراه مع منتخب مصر، سواء السعوديه وحمدي فتحي والشناوي قبل ما يصاب، ألي ديونج اللي موجود في منتخب مالي. فطبعا يعني محمد، رغم الاداء ده احنا شفنا انتقاد لموسيماني للعيبه تحديدا امبارح، شايف ده ازاي؟ يعني الحقيقه هو موسيماني على طول في الفتره الاخيره بقى مثير للجدل احمد، يعني حتى في تصريحاته حتى في كلامه عن تجديد التعاقد، يعني هنرجع للذاكره كده، عمرك ما هتلاقي مدير فني بالنادي الاهلي بيطلع يتكلم على الامور التعاقد والتجديد. صحيح. ولو في مشاكل جوه الفرقه الواحد بيتكلم فيها بيتكلم للاسف مع الصفقات، يعني لما يعمل حاجه سلبيه الاهلي يصف جنوب في اول ما تكتب، فطبعا ده عامل ازمات الفتره الاخيره. طبعا يعني اللعيبه شايف ان اللعيب مع موسيماني بص يعني مش احسن حاجه، حتى يعني ايام جوزيه كان الناس كلها عندها اقتناع سواء باللعيبه واقتناع بالمدير الفني، ما تلاقيش حد مثلا من اللعيبه يطلع ينتقد المدير الفني او حتى الاعلام وقتها، كان الاداء والنتيجه يعني بتخلي اي حد يعني يثني على مانويل جوزيه وعلى اللعيبه، عكس موسيماني الحقيقه اللي يعني رغم البطولات الكبيره اللي بيحققها اثنين دوري ابطال افريقيا ورا بعض، لكن طبعا ما وصلش لثقه جماهير النادي الاهلي واداره النادي الاهلي. يعني يا احمد معلوم مؤخرا ان الاهلي اكثر من بيفكر ينهي تعاقده مع بيتسو موسيماني، لكن الراجل بيجي يحقق نتائج في ماتشاته واوقات صعبه، يعني ماتش الهلال السعودي اعتقد لو كان حصل فيه نتيجه كبيره سلبيه ضد الاهلي كنت هقول لك انهاء التعاقد طبعا، ولكن الراجل بيجي في الاوقات فانا بكرمه، مش عايز اقول ان انا شطار او مدير فني مميز، لا هو مدير فني جيد، يعني اي مدير يا جماعه الاهلي بينجح اي حد يعني شوف. طيب استاذ محمد، يعني احنا شفنا الحقيقه حاجات كتير قوي امبارح في المباراه بين الاهلي ومصر المقاصه. مبدئيا دفاع مصر المقاصه هو الدوري ده هو الحقيقه متفوق جدا، وفي نفس الوقت شفنا عوده الشناوي، وفي نفس الوقت شفنا ميكيسوني تالق بشكل الحقيقه كبير جدا. عايز اعرف منك مبدئيا كده، هل فكره التدوير اللي عمله موسيماني وفكره ان هو اعتمد كمان على دكه البدلاء ده خفف شويه من ضغط المباريات كمان، وهل ده كان سبب في ان هو يقدر الاهلي يتعامل مع الدفاع المميز لمصر المقاصه؟ وعايز اسالك كمان ميكيسوني، هل بدا يعني ينخرط ويتعامل اكتر مع الفريق؟ يعني هنبتدي بالسؤال الاخير يا جماعه، ميكسوني يعني رغم ان هو ظهر مستوى مميز او كويس جدا امبارح في ماتش المقصه، لكن طبعا ما خدش او ما نالش ثقه الجماهير، يعني كل الناس طبعا بتتكلم او اللي فاهم كوره ان هو ما ينفعش نحكم على لعيب في ماتش واحد، وخاصه ماتش سهل زي ماتش مصر المقصه اللي الحقيقه يعني من الفرق المتزايده جدول الترتيب في الدوري السنه دي وبيمر بفتره صعبه قوي. لكن لويس ميكسوني لعب كويس، طبعا لعب كويس امبارح وجاب جونين وجونين احسن من بعض، لكن لسه لغايه دلوقتي يعني الناس اللي فاهمه كوره او كلهم يقول لك لا مش هنحكم على ميكسوني من الماتش ده، لازم نشوف ماتش واثنين وثلاثه واربعه الماتشات الجايه. طبعا ماتشات الاهلي الجايه صعبه سواء مع صن داونز في دوري ابطال افريقيا والماتشات اللي جايه في الدوري، فده هيبقى حكم على ميكسوني وفرصه ان يعني هو خد ثقه كانت يعني كان فاقدها الفتره اللي فاتت، ان هو ما اثبتش نفسه نهائيا بعكس بعض الصفقات اللي الاهلي تعاقد معاها الفتره الاخيره. عوده الشناوي طبعا مكسب كبير جدا قبل ما يكون مكسب للاهلي هو مكسب لمنتخب مصر. طبعا الشناوي الحارس رقم واحد في منتخب مصر، حتى في ظل تالق محمد ابو جبل المنافسه هتكون قويه جدا الفتره اللي جايه يا جمانه مع الشناوي وبين ابو جبل.
على مين اللي هيكون حارس مرمى منتخب مصر في ماتش السنغال. لكن طبعا لو الشناوي فضل على مستواه ورجع لمستواه اللي معروف عنه اكيد طبعا هو الحارس الاول زي ما قلت لحضرتك. يعني في خصه كارلوس كيروش في ماتشين السنغال، الماتشين مهمين جدا في التصفيات المؤهله لكاس العالم. يعني ثالث حاجه خطه التدوير طبعا ده امر اساسي في النادي الاهلي ومثلا ونادي الزمالك اللي هم عندهم ضغط ماتشات، وتحديدا النادي الاهلي لسه راجع من كاس عام للانديه، وزي ما قلت في الاول خالص اللعيب المنتخب عنده مستهلكه بسبب ضغط الماتشات سواء الدوري او كاس مصر او كاس الرابطه او منتخب او المنتخب. فلازم يعني هو ما بيعملش تدوير، يعني موسيماني ما بيعملش تدوير بمزاجه، لا بيعمل تدوير مضطر وهو عنده الخامات حسب رؤيه، يعني عنده وجهه نظر فيها طبعا. طيب محمد خليني اسالك برضو عن الجوله دي من الدوري. الحقيقه انه الدوري المره دي مختلف، في مفاجات، فرق بتصعد، ويمكن كنا بنتكلم ان هو دوري قوي وشفنا على فكره فرق كمان مختلفه. شايف ازاي الدوري المره دي؟ يعني الدوري المصري الحقيقه انا شايفه من الدوريات القويه جدا جدا في يعني في الشرق الاوسط او بالنسبه للعرب او حتى في افريقيا. يعني لو هنقارن بينه لا هو اقوى دوري، سواء من ناحيه الفرق القويه عندك الحمد لله الاهلي والزمالك وبيراميدز والاتحاد والمصري، يعني وحتى الاسماعيلي رغم مستواه المتراجع الفتره الاخيره وبيظلم الفرق الكبيره المحله ماشيه بمستوى كويس، فالانديه الشعبيه ظهر بمستوى كويس، انديه الشركات حتى او المؤسسات زي فيوتشر لسه صاعد بيقدم مستوى كويس. فدي حاجه كويسه وحاجه مميزه للدوري المصري، بقى عندك الانديه عندها قدره ماليه كبيره انها تتعاقد مع لعيبه مميزه محترفه. فدي حاجه برضك مديها قوه للدوري، انتظام المسابقه الفتره الاخيره برضك مديها قوه للدوري. كيروش الحقيقه واللي عمله الفتره الاخيره ان هو بيضم لعيبه من انديه خارج الاهلي والزمالك، ده كان يعني حافز قوي قوي للعيبه ان هم يبذلوا جهد سواء في الانديه. يعني شفنا فيوتشر فيه لعيبه، شفنا المصري منه لعيبه، شفنا سموحه منه لعيبه، فدي حاجه مميزه ويعني ومسببه يعني ومديها قوه لبطوله الدوري الممتاز، وده في صالح الكره المصريه وده في صالح ان يبقى عندك منتج قوي يا جمانه، وعندك الحمد لله ملاعب، عندك جماهير كبيره جدا، عندك بث فضائي مميز. فده كله يعني حاجه كويسه وميزه للكره المصريه وميزه للمنتخب طبعا، كان مختلف بالايجاب الحقيقه طبعا حقيقه. نتمنى ان هو يعني يستمر ويكون افضل الفتره اللي جايه، ومع زياده ان شاء الله عدد الجماهير في الماتشات الدوري هيكون افضل وافضل ان شاء الله، ونشوف يعني الكره المصريه في مكانه ثانيه وفي حته ثانيه. شفنا الناس كانت عامله ازاي في ماتشات منتخب مصر والتفاعل، يعني الحقيقه مش هتلاقي حاجه جوانا يعني او احمد، مش هتلاقي حاجه سواء فن او سياسه او اقتصاد بتجمع الشعب المصري زي ماتشات كره القدم او كره القدم تحديدا سواء منتخب او اهلي او محمد زمان. يعني تعالى نبعد عن الدوري المصري ونروح لدوري ابطال افريقيا. عندنا مواجهتين، المواجهتين يعني غايه في الاهميه، بنتكلم على الاهلي امام صن داونز والزمالك امام الوداد المغربي. شايف المواجهات دي ازاي، ويعني اداء الفريقين فيهم هيبقى عامل ازاي الفتره اللي جايه؟ يعني الاهلي الاهلي وصن داونز طبعا الاهلي مطالب بتحقيق الفوز بنسبه 100% لان الماتش طبعا على ملعبه على استاد القاهره. فبالتالي الاهلي مطالب بتحقيق الفوز عشان يبقى موجود في الصداره بدري بدري، وهو يعني الاهلي متعادل ماتش وليه ماتش مؤجل، فبالتالي ماتش زي صن داونز يعني ماتش مهم جدا. لا ماتش مهم جدا لازم تكسب، يعني ماتش على ملعبك، انت رايح لصن داونز بعد كده على ملعبه، فاكيد طبعا هيبقى ماتش صعب عليك في جنوب افريقيا. فبالتالي انت مطالب بتحقيق الفوز بنسبه 90% وبعد كده 10% التعادل، لكن طبعا الافضل ان انت تحافظ على امالك وتبقى داخل باعصاب هاديه بعد كده، فلازم تفوز. الزمالك الحقيقه الله يكون في عون جماهيره الحقيقه، يعني الزمالك في اخر 8 ماتشات فيهم كاس الرابطه الزمالك ما حققش الفوز الا في مباراه واحده. بيقابلوا حظ سيء جدا جدا الفتره اللي فاتت تحديدا في ماتشات دوري ابطال افريقيا، ولو تابعت الماتشات يا احمد يعني هتلاقي الماتش الاولاني في دوري ابطال افريقيا. شايف عدم التوفيق للزمالك الفتره دي ايه السبب فيه؟ بص يعني اول حاجه عدم الاستقرار بالنسبه للعيبه وتحديدا بعض النجوم جوه الفرقه احمد، يعني بن شرقي على ابو جبل ان هم على اصابه طارق حامد طبعا مكملين، لا مش مكملين، لا هيمشوا، لا جاي لهم عروض من النصر السعودي، لا جاي لهم عروض من الخليج،
فدي طبعا مأثرة عليها. والأزمة الكبيرة طبعا كارترون، لا كارترون ماشي بعد الماتش الجاي، كارترون مش مكمل، كارترون هيهرب، كارترون، فالحاجات الأزمات دي طبعا مأثرة على تفكير اللعيبة وعلى عقول اللعيبة، فبالتالي ده السبب الرئيسي في يعني في اللي عامل حاله من التشتيت يعني. طبعا حاله، شفنا في اول ماتش في دوري ابطال افريقيا الزمالك مضيع 5 أو 6 فرص في العارضه، في الماتش الثاني برضك هدف في العارضه في الدقيقه 90، فالدنيا مع الزمالك مش يعني مش متظبطه. في ماتش الوداد او ماتشين الوداد، الماتش الاولاني في بره وبعد كده في القاهره، الزمالك مطالب بنسبه 70% في الماتش الاولاني ان هو يعني طبعا لو فاز دي حاجه كويسه ومميزه جدا جدا، لان برضه في الوداد نفس الازمه اللي لسه بيتعاني منها وبيعاني منها، وبالتالي هو مطالب بالفوز. فيبقى ماتش صعب قوي على الزمالك، لو فاز وهيدخله الجيم تاني، لو خسر هيدخلك في ازمات ومشاكل وحسابات انت يعني في غنى عنها دلوقتي. ماتش القاهره طبعا 100% لازم تفوز، ده انت لو يعني لو تعادل او خلاص كده الزمالك هقول لك رسميا بره بطوله دوري ابطال افريقيا. ولو هنتكلم على دوري ابطال افريقيا احمد وجمانة، يعني من حيث القوه اعتقد ان اسماء الاهلي، لعيبه الاهلي ولاعيبه الزمالك، شايف ان هم افضل فرقتين في الكره الافريقيه حاليا، يعني رغم الزمالك والمعاناه اللي بيعانيها الفتره الاخيره، لكن هنتكلم على اللعيبه على الاسماء. طيب محمد، خليني بقى اخدك ل يعني احنا بنتكلم دلوقتي اهلاويه وزملكاويه وبنشجع المصري، بنشجع مقاولين، كلنا مستنيين شهر 3 ومستنيين مباراه مصر والسنغال، ويمكن احنا قاعدين بقى كلنا مترقبين. عايز اعرف منك، شايف انه هذه المباراه او هذه المواجهه بين مصر والسنغال، هم هيكونوا مباراتين، شايف المواجهه دي وشايف المنتخب في فترة خلاص احنا قربنا جدا، شايفه ازاي؟ وشايف ايه ابرز النقاط اللي المنتخب هياخدها في عين الاعتبار، اللي كارلوس كيروش هياخدها في عين الاعتبار الفترة الجاية؟ يعني طبعا الماتشين يا جماعة زي ما انت قلت، يوم ماتش يوم 25 مارس والماتش الثاني يوم 29، 25 هيبقى في استاد القاهرة ان شاء الله، يبقى فيه 60,000 متفرج. صحيح، وده خبر لطيف جدا، في 60,000 مشجع في لقاء مصر والسنغال. 60,000 متفرج، وممكن يبقوا ازيد كمان، استاد القاهره 73,000، في مدرج مخصص لجماهير السنغال والباقي ان شاء الله للجماهير المصريه. والحقيقه يعني نشكر الجهات المسؤوله والوزاره واتحاد الكوره ان هم يعني وفروا العدد ده في الوقت ده، حاجه مميزه جدا. ايه اللي مطلوب من او ايه اللي مطلوب من المنتخب؟ طبعا ماتش الذهاب لازم على الاقل يخلص بهدف او هدفين على الاقل 2-0. منتخب بتاعت منتخب يا جماعه، منتخب السنغال انا شايفه منتخب من منتخبات العالم، مش منتخب افريقي، لا منتخب من منتخبات العالم، يعني مثلا بيضم من ده حارس تشيلسي من افضل حراس العالم، مش من افضل حراس افريقيا، كوليبالي ده من افضل المتابعين في الوقت الحالي في العالم، عنده جون جميل، لاعب باريس سان جيرمان، باريس سان جيرمان من افضل ديفنترات في العالم، طبعا ساديو ماني من افضل اجنحه في العالم، فعنده 4 أو 5 لعيبه من افضل لعيبه في العالم، يعني ده فده منتخب قوي جدا جدا. لكن طبعا ده ما يقللش من حجم منتخبنا ومن اسماء لعيبه منتخبنا، عندنا الحمد لله ثالث افضل لاعب في العالم بشكل رسمي محمد صلاح اللي ماشي بمستوى كويس جدا، عندنا الحمد لله تريزيجيه بدا يرجع لمستواه مع في الدوري التركي، عندنا لعيبه كتير جدا جدا مميزه، النني عندنا، محمد شناوي الحمد لله راجع، عندنا في كل المراكز يعني 3 أو 4 لعيبه كويسين. فان شاء الله ماتش الذهاب في استاد القاهره باذن الله باذن الله يخلص بهدفين. والحقيقه انه حتى السنغال فازت علينا فوز صعب، يعني كانت المواجهه كانت صعبه جدا، ما كانتش سهله. على اي حال طبعا احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر. شكرا. الاستاذ محمد براد الناقد الرياضي. بنشكر حضرتك يا استاذ محمد طبعا، وبنتمنى التوفيق للاهلي والزمالك في مبارياتهم القادمه في دوري ابطال افريقيا. لكن دلوقتي هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم الكلام في صباح الخير يا مصر. نرحب بحضراتكم مرة تانية، ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. الحقيقة أنه يمكن الفقرة دي والموضوع ده مهم جدا، العالم كله وأغلب المؤسسات البحثية في العالم بتكثف جهودها عشان توصل لحل وعلاج استثنائي قادر يتصدى لمرض العين وهو مرض السرطان، توصل له بشكل قطعي. في مصر عندنا نموذج لباحثة مصرية مسخرة كل وقتها في البحث والاستكشاف عن حل قوي لعلاج هذا
المرض. النموذج ده هو دكتور علياء فاروق حسين، الباحثة في المركز القومي لبحوث البحث العلمي. خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع على طول. كتير من النماذج المصرية في مجال البحث العلمي ماشية على خطوات ناجحة ومحققة نتائج واعدة. واحدة من النماذج دي هي الدكتورة علياء فاروق اللي بتشتغل في مجال البحث العلمي عشان تمنع وتعالج الأمراض السائدة في مصر. الدكتورة علياء عندها أبحاث في مرض السكر والاكتئاب وارتفاع ضغط الدم وتليف الكبد، إلا أن تركيزها البحثي في الوقت الحالي عن التصدي لمرض السرطان. الدكتورة علياء بحثت في علاج السرطان والوقاية منه لأكثر من 10 سنين، وقدرت توصل لنتائج هائلة انتشرت في مجلات عالمية. حصلت الدكتورة علياء على درجة الدكتوراه في تطوير لقاحات السرطان من جامعة إلينوي في شيكاغو، وفازت كمان بجائزة الباحث العلمي من الجمعية الأمريكية للسرطان لمساهمتها الكبيرة في مجال السرطان. ده غير إنها حصلت على زمالة ما بعد الدكتوراه في جامعة تولن بقسم الجراحة في الولايات المتحدة، وشهادة المجلس الأمريكي للصيدلة في نفس الوقت. وكانت قادرة على التصدي لتطور سرطان الجلد والغدة الدرقية من خلال اختبار عقاقير جديدة على الفئران المضادة للسرطان. بتشارك الدكتورة علياء دلوقتي مع فرق البحث الدولية والمحلية، وكمان بتشارك دايماً في الندوات العلمية، وحصلت على مجموعة كبيرة من الشهادات من جامعات مختلفة حول العالم. وبجانب البحث العلمي، الدكتورة علياء مشهورة بأنشطتها التنموية، وده بعد ما حصلت على درجة الماجستير في الإدارة العامة من الجامعة الأمريكية. ومن وقتها وهي بتشتغل في دعم مشاريع التنمية المستدامة، وطورت نظام على الإنترنت لمساعدة الباحثين في إيجاد أفكار البحث العلمي وتطويرها. دكتورة علياء فاروق، نموذج مشرف لباحثة علمية مصرية سخرت الوقت والجهد في مجال البحث العلمي تحديداً للتغلب والانتصار على الكثير من الأمراض، لكن هي دلوقتي زي ما قالت جمانة مسخرة كل جهدها لمحاولة علاج مرض السرطان، وهي دلوقتي مشرفانا على الزوم. دكتورة علياء صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا استاذ احمد، اهلا استاذه جمانة، يشرفني جدا الحقيقه ان اكون موجوده معاكم في البرنامج العظيم ده. صباح الخير يا مصر، ومتشكره جدا على التقرير اللطيف ده. يعني دكتور علياء الشرف لينا طبعا. يعني حضرتك خلال الفتره الاخيره بتتعاوني مع باحثين، سواء كانوا باحثين محليين او باحثين عالميين، للوصول لعلاج لمرض السرطان. عاوزين نعرف السبب اللي خلاكي يعني تكثفي الجهود خلال الوقت الحالي للابحاث لمرض السرطان تحديدا، على الرغم ان ليكي ابحاث اخرى في امراض مثلا زي السكر والاكتئاب والتليف الكبدي. بالظبط، هو حضرتك السبب الرئيسي اللي مخليني اكثف كل ابحاثي ان انا احاول الاقي اي حل لمرض السرطان، هو ان للاسف مرض السرطان هو السبب الثاني لحدوث الوفيات في العالم كله. يعني هو ثاني سبب بعد امراض القلب، بيؤدي الى حدوث وفيات حول العالم كله. كمان المشكله الكبيره اللي عندنا في مصر للاسف ان احنا اكبر دوله بتعاني من سرطان الكبد. فدي طبعا حاجه بتخليني اكبر دوله في العالم، يعني فدي حاجه طبعا بتخليني انا وبحث كتير طبعا زمايلي نبقى حاسين ان احنا لا محتاجين فعلا نبحث اكتر في السرطان وكيفيه علاجه، خصوصا سرطان الكبد، علشان نحاول على قد ما نقدر ننقذ، نقلل النسبه في مصر وننقذ يعني. طب هو ايه السبب دكتور علياء، ايه السبب انه النسبه دي عندنا في مصر عاليه بهذا الشكل؟ الحقيقه هي دي حاجه يعني تاريخيه، بترجع تاريخيا في اواخر الستينات وبدايه السبعينات، ان كان الناس بتتعالج من مرض البلهارسيا. في الوقت ده كان يعني طرق التعقيم كانت لسه بدائيه جدا، ما كانش لسه في وعي كافي يقدر يخلينا ان احنا يعني نحتاط في تداول الحقن والحاجات. فكان طريقة العلاج، كان في حملات بتنزل تعالج البلهارسيا عن طريق الحقن، يعني بيدوا دواء عن طريق الحقن. الحقن دي كانت بتنتقل من شخص لآخر بدون تعقيم كافي في النص، يعني كانوا بيعتمدوا فقط على الغليان في الوقت ده. طبعا كان الحاجات دي بدائية جدا زمان يعني. فده يعني ده أدى بقى لحدوث انتشار سريع جدا لفيروس سي، التهاب الكبدي الوبائي فيروس سي في مصر.
والالتهاب الكبد الوبائي فيروس سي ده في الاخر بيؤدي الى سرطان كبد. يعني هو بيبدا بتليف كبد، بعدين تشمع الكبد، وفي الاخر خالص بينتهي بالمريض الى سرطان الكبد. يمكن كان فعلا دي كانت مشكله يعني كنا بنواجهها هنا يا دكتور، ولكن الحقيقه انه احنا مصر قدرت انها يعني قدرت انها تقضي على فيروس سي التهاب الكبد فعلا. الوبائي طبعا يمكن كان مجهود كبير جدا. طبعا بالزبط. طبعا طبعا. طيب عايز اعرف يا دكتور يعني فعلا. العالم وصل يعني عفوا طبعا المقاطعه، بس هو في واضح بس في ديلي شويه، فخليني اعرف من حضرتك هل العالم وصل بالفعل لنتائج واعده بخصوص التصدي لمرض السرطان؟ هقول لحضرتك على حاجه. الحقيقه بخصوص مرض السرطان بالذات، يمكن كل الباحثين حول العالم قدروا يعرفوا بالتفصيل ايه هي اسباب مرض السرطان، وايه هي يعني طريقه المرض نفسها، ازاي الجينات بتتغير جوه جسم الانسان، ازاي الخلايا بتتكاثر والخلايا السرطانيه بتتكاثر، ازاي بتقدر تتغلب على الجهاز المناعي وتكبر جوه الجسم. ولكن للاسف الطرق العلاجيه نفسها للسرطان لسه مش متطوره التطور الكافي. يعني احنا كعلماء وصلنا لدرجه كبيره جدا في ان احنا نعرف ازاي المرض بيحصل وايه اسباب حدوث المرض وكل التفاصيل بخصوص المرض، ولكن طرق علاجه نفسها لسه مش متطوره التطوير الكافي. لسه بنعتمد على العلاج الكيميائي والعلاج الاشعاعي. بدأنا شويه نحاول نتجه للبرسوناليز ميديسن، ده ان انا بعالج كل شخص على حسب الجينات بتاعته، بس برضو لسه التطور مش كافي خالص في علاج السرطان، فده اللي احنا بنحاول نبحث فيه الايام دي. طيب دكتورة، عاوزين نعرف من حضرتك بقى ايه الامراض السرطانية اللي وصلتي يعني من خلالها لنتائج كبيرة وواعدة في مكافحة هذا المرض؟ الحقيقة انا كنت بدرس على مرض سرطان الكبد، ده كان اهتمامي الاول، يعني لان طبعا ده يهمني جدا علشان هو نسبته كبيرة شوية في مصر. برضو انا درست على سرطان الجلد اللي هو الميلانوما، وسرطان الغدة الدرقية. الثلاث انواع دول كانوا كل تركيزي في السرطان، سواء في فتره الدكتوراه او ما بعد الدكتوراه، وكان بصراحه تركيزي الاكبر والاهم على سرطان الكبد. يعني الكبد. طب ليه الثلاثه دول تحديدا؟ يعني هل هما الاكثر انتشارا، الاكثر خطوره؟ الحقيقه الثلاثه دول تحديدا، سرطان الكبد طبعا هو الاكثر انتشارا في بلدنا، فده عشان كده ده شد انتباهي، وهو خطير جدا لان هو للاسف ما بيكتشفش الا في الفتره الاخيره خالص، يعني بيكتشف مرحله متاخره والمريض في حاله ضعيفه جدا ومتاخره جدا ومش بيقدر يتلحق بالادويه ولا بالاشعاع ولا باي حاجه. فده خطورته. يعني سرطان الجلد طبعا خطورته ان هو صعب جدا علاجه لان هو بينتشر في كل الجسم تقريبا، فطبعا انتشاره هو ممكن يكون بيكتشف من البدايه بس انتشاره بيخليه شيء خطير جدا ما بنقدرش برضه نسيطر عليه. طيب. كذلك في الغده الدرقيه ما بيتعرفش غير متاخر جدا. فسبب اهتمامي بالنوعيات دي من مرض السرطان ان هي مش بتتعرف غير متاخر والمريض خلاص يعني بيبقى مش قادر يعني يقاوم المرض خلاص. طيب دكتور علياء، يمكن في برضه مصطلح جديد يمكن على 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 البعض وهو لقاحات السرطان. يعني ايه لو تعرفينا ايه هو تطوير لقاحات السرطان؟ واعتقد ان ده العنوان اللي حصلتي من خلاله على درجه الدكتوراه في تطوير هذه اللقاحات من جامعه الينوي في شيكاغو. بالظبط فعلا. انا هقول لحضرتك يمكن الفرق، الناس دايما متعوده ان اللقاح هو حاجه وقايه من المرض. الجديد اللي احنا حاولنا بقى نعمله وانا درسته انا والدكتور مشرفتي يعني وزمايلي، كان ان احنا بنحاول نستخدم اللقاح ده ان هو يعالج السرطان. يعني دايما الناس معتاده ان هو وقايه، لا، انا دلوقتي اللقاح ده بيبقى عباره عندي عن حاجه بكتيريا او فيروس او حاجه بخليها مضاعفه، يعني ما بتاذيش البني ادم، وبقدر شويه اغير في الشفره الوراثيه بتاعتها بحيث ان هي تفرز حاجات تحفز الجهاز المناعي بتاع المريض ضد السرطان. فمن هنا جه الاختلاف ان اولا اللقاحات دي علاجيه وليست وقائيه، وتاني حاجه ان انا بغير تماما في الشفره الوراثيه بتاعه اللقاح اللي بيدخل جوه الجسم،
بحيث ان هو يقدر يخلي يحفز الجهاز المناعي ويخليه يشوف يعني السرطان اكيد كانه اكيد جسم غريب. مجهود المشكله دايما عظيم في يعني يا دكتور علياء، وهيفيد البشريه بشكل عام، بشكل عام وبشكل شامل. بنتمنى لحضرتك كل التوفيق. دكتور علياء فاروق حسين، الباحثه في المركز القومي لبحوث البحث العلمي، كل التوفيق لحضرتك مره ثانيه. طيب نروح لموضوع اخر، والجمهوريه الجديده. الجمهوريه الجديده مهتمه جدا فكره توطين الصناعه بشكل عام، وتحديدا توطين صناعه السيارات. الحقيقه انه الاهتمام ده ترجم في اطلاق سياده الرئيس استراتيجيه توطين صناعه السيارات والاستفاده من التطور التكنولوجي في جذب استثمارات جديده وتطوير صناعه سيارات قادره على المنافسه. الجمهورية الجديدة مهتمة جدا بتوطين صناعة السيارات، والاهتمام ده اترجم في 2020 لما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي استراتيجية توطين صناعة السيارات، وكلف الحكومة بالبدء في إعداد البنية التحتية لتصنيع السيارات الكهربائية ودراسة إعلان سياسات تحفيزية للقطاع ده. الخطوات اللي خدتها مصر لدعم صناعة السيارات جت في إطار خطة الحكومة عشان تخلي الدولة المصرية مركز إقليمي واعد للتصدير للسوق العالمية، خصوصاً الدول الإفريقية. وهدف الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات هو جذب استثمارات جديدة وتنمية الصادرات من السيارات وخلق فرص عمل وتطوير سوق محلي تنافسي مع زيادة القيمة المضافة المحلية، وأيضاً التطوير التكنولوجي اللي من خلاله هيساعد في تطوير صناعة سيارات قادرة على المنافسة. وكل ده بيعكس إن الاستراتيجية المقترحة بتتوافق بشكل كبير جداً مع قواعد منظمة التجارة العالمية ومحاورها الرئيسية اللي قايمة على القيمة المضافة وحجم الإنتاج السنوي وحجم الاستثمار الجديد والالتزام البيئي. الوزارات المعنية شغالة دلوقتي بشكل كبير وبتعمل اجتماعات مع عدد كبير جداً من وكلاء الشركات الخاصة في صناعة السيارات وكمان المهتمين بالصناعة، ده غير إن الدولة شغالة في الوقت الحالي على تأهيل الفنيين عشان يكونوا جزء من استراتيجية توطين صناعة السيارات. وبدأت أعمال التأهيل من خلال أعمال صيانة شاملة للمعاهد الفنية للسيارات عشان تأهيل الطلاب على أعلى مستوى، وأنشأت وزارة الصناعة مصلحة الكفاية الإنتاجية عشان تشرف على المدارس اللي بتنتشر في أغلب المحافظات واللي بيتخرج منها 11 ل 12 ألف طالب كل سنة. يمكن إحنا دايماً بنكرر وبنؤكد على فكرة وأهمية توطين الصناعة بشكل عام وتوطين التكنولوجيا بشكل عام وأهمية البنية التحتية اللي دايماً الدولة بتوليها كمان اهتمام بشكل كبير جداً. وكنا بنتابع في وقت من الأوقات إنه ليه كل الطرق دي، ليه كل الكباري دي، هي كلها ترس بيدور في نفس الموضوع، كل حاجة بتخدم حاجة تانية، مفيش حاجة بتعمل في مكان لوحدها، كل حاجة بتخدم في الآخر المواطن المصري، إن كان بنى تحتية، إن كان توطين تكنولوجيا، إن كان صحة، تعليم، كل حاجة هدفها هو خدمة المواطن المصري. وده بكل تأكيد ودي هي الاستراتيجية الوطنية اللي الدولة بتعمل عليها حاليا. مشاهدينا، التاسعة صباحا موعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع أحمد عبد الصمد، تفضل يا أحمد. شكرا لك جمانة. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز لأهم الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية فجر اليوم لمقر الكلية الحربية، وذلك حسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1846 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 403,967 حالة. وفي بيان للوزارة أعلنت تسجيل 1989 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة. أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي عبد الله الليفي أكد دعم المجلس لجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها، وذلك لضمان الاستقرار الدائم في كل مناطق ليبيا واستكمال برنامجها لتوحيد المؤسسة العسكرية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الليفي مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5 لبحث مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية والخطوات العملية المتخذة لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية وتوحيد المؤسسة العسكرية. أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه ألغى اللقاء الذي كان مقررا بينه وبين نظيره الروسي سيرجي لافروف في جنيف هذا الأسبوع، وذلك بعد اعتراف موسكو بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا وإرسالها قوات لها. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني ديمترو كوليبا، قال بلينكن إن الهجوم الروسي لأوكرانيا بدأ بالفعل، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كشف عن هدفه المتمثل بإخضاع أوكرانيا بالكامل، مضيفا أن بوتين يخرق بشكل صارخ القوانين والمبادئ التي حافظت على السلام في جميع أنحاء أوروبا والعالم. وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش انتقادا شديد اللهجة إلى موسكو، مؤكدا أن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لا يمكن تطبيقها انتقائيا، مطالبا روسيا بالالتزام بهذا الميثاق بالكامل فيما خص العلاقات مع أوكرانيا. وفي مؤتمر صحفي شدد غوتيريش على أن الدول الأعضاء وافقت على هذا الميثاق جميعها ويجب تطبيقه. وأضاف الأمين العام أن قرار روسيا الاتحادية الاعتراف بما يسمى باستقلال مناطق معينة من منطقتين دونيتسك ولوغانسك يشكل انتهاكا لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها. أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن بلاده ستطور التعاون العسكري مع روسيا بغض النظر عما قد يفكر فيه الغرب بشأنها. وفي تصريحات قال لوكاشينكو إن جيشي البلدين قام بتدريبات مشتركة واسعة النطاق على مدار 6 أشهر الماضية، وشدد الرئيس البيلاروسي على أنه من حق بلاده السيادية أن تتعلم الدفاع عن نفسها على أرضها في أي وقت وفي أي مكان. فاز الأهلي على ضيفه مصر المقصة 4 أهداف دون رد في الجولة 10 من الدوري الممتاز، وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 22 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما توقف رصيد مصر المقصة عند 8 نقاط وتظل في المركز 15. إلى هنا مشاهدينا انتهى موجز 9، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر، ولكن بعد الفاصل. نرحب بحضراتكم من جديد. امبارح وزارة الهجرة أعلنت عن إدراج أسر المصريين العاملين بالخارج والشباب المصريين الدارسين بالخارج ضمن الفئات اللي هتستفيد من وثيقة التأمين للعاملين بالخارج. أيضا الوزارة شغالة دلوقتي على إطلاق حملة ترويجية كبرى لهذه الوثيقة على منصات التواصل الاجتماعي. احنا معانا دلوقتي على التليفون السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيكي معانا في صباح الخير يا مصر. صباح النور، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. يعني لو نعرف من حضرتك تفاصيل ما تم في الاجتماع التشاوري أمس مع رئيس هيئة الرقابة المالية فندم. زي ما حضرتك عارفة، في الأول من يناير أطلقت وزارة الهجرة وثيقة التأمين على المصريين في الخارج الخاصة بشحن الجثمين، وهو كان الطلب الملح من الجاليات المصرية في الخارج خاصة في منطقة الخليج، نظرا لارتفاع تكلفة شحن الجثمين في حالات الوفاة لا قدر الله، سواء حالات الوفاة الطبيعية أو نتيجة الحوادث في الخارج. والحقيقة أنه من أول ما أصدرنا هذه الوثيقة، ولابد أن أنا أشكر معالي وزير الداخلية وأيضا رئيس الرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، كلنا استغلنا لإصدار هذه الوثيقة سواء من شرائها من مناسب الخروج من الجمهورية
أو من خلال المنصة الإلكترونية اللي أطلقتها المجمعة التأمينية. من أول يناير لغاية النهاردة أكثر من 67 ألف مواطن اشتروا هذه الوثيقة، وده بيعكس اهتمام والاحتياج الحقيقة الشديد من هؤلاء المواطنين في الخارج لطبعا يعني هذا الاحتياج، أن الدولة لأول مرة بتصدر لهم هذه الوثيقة لتلبية احتياجاتهم، والثقة أيضا فيما تقدمه الدولة من خدمات. الحقيقة بعد ما أطلقنا هذه الشهادة ولقينا من هذا الاحتياج والإقبال، كان عندنا أيضا الكثير من الطلبات الخاصة من شباب الدارسين في الخارج، وحضرتك عارفة أنه وزارة الهجرة أطلقت مركز وزارة الهجرة للحوار مع الدارسين في الخارج، برضو بيبقى فيه نوع من أنواع التواصل، فالكثير منهم طلبوا أن هم يشتروا هذه الوثيقة. وأيضا كان عندنا طلبات أخرى من أسر المواطنين اللي بيقولوا طيب أنا هشتري الوثيقة دي، وخاصة أن سعرها يعني مقبول جدا وهو 100 جنيه سنويا، فأنا كمان عايز أشتريها لزوجتي وأولادي. فامبارح الاجتماع التشاوري كان بتنقل فيه وزارة الهجرة لفريق العمل من الرقابة المالية ومن الاتحاد المصري للتأمين هذا الاحتياج، وفعلا تم التصديق على إضافة أسر المواطنين المصريين في الخارج من العاملين وأيضا من شباب الدارسين في الخارج. يعني معالي الوزيرة بصبح على حضرتك الأول، ويعني بهني حضرتك على هذه الخطوة اللي بتضاف لرصيد وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج. لكن عاوز أعرف بقى شروط الانضمام لهذه الوثيقة، وثيقة التأمين على المصريين في الخارج. هي ملهاش شروط قد ما هي بتصدر أو بيتم إصدارها أو شرائها مع تجديد تصريح العمل أو مع شرائه. يعني ما فيش عدد معين من الأبناء ممكن يتم إضافته؟ لا، ممكن طبعا، ما فيش شرط عدد الأبناء، كل ما هو عاوز يشتري لأسرته هو له الحق. وزي ما قلت لحضرتك إحنا غير منافذ الخروج، إحنا عاملين منصة إلكترونية الحقيقة اللي عملتها تحديدا المجمعة الأمنية، وممكن أن يعني فريق وزارة الهجرة يعني يوصل لحضراتكم في برنامج صباح الخير يا مصر، لأنه طبعا منصة مهمة جدا للتواصل مع المصريين وأيضا في الخارج. هذا العنوان لهذه المنصة. المواطن في الخارج ممكن يدخل من هذه المنصة وبيتم شراء هذه الوثيقة زي ما ذكرت، 100 جنيه سنويا، وممكن دلوقتي بعد التصديق بعد الاجتماع التشاوري امبارح ان هو يضيف زوجته واولاده بدون شروط لاي عدد من الابناء. مردودها ايه يا معالي الوزير؟ يعني انا دفعت ال 100 جنيه، ايه المقابل اللي انا هاخده قدام ال 100 جنيه دي؟ لا قدر الله لو حصل حاله وفاه في الخارج، سواء حالات وفاه طبيعيه او وفاه اثر حادث، بيتم شحن الجثمان تماما بدون تكلفه من الاسره. وأيضا مش بس شحن الجثمان، وده تكلفته على فكرة عالية جدا في شركات الطيران. أيضا الجزء اللي قبل كده وهو تجهيز الجثمان. احنا طلبات المصريين في الخارج كثيرة جدا، خاصة العاملين في منطقة الخليج أو حتى في أوروبا، ولكن احنا ابتدينا يعني الخطوة الأولى في هذه الوثيقة هو الطلب الملح فيما يتعلق بشحن الجثمين. عشان كده هذه الوثيقة للتأمين على المصري في الخارج بتبدأ بتلبية أول احتياج وهو شحن الجثمين. معالي الوزيرة، زي ما حضرتك تحدثتي دلوقتي أنه طلبات المصريين في الخارج بالفعل كتيرة، ويمكن زادت ثقتهم كمان مؤخرا بعد كل الجهود الحقيقة اللي بتقوم بها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. هل يا فندم نتوقع أن وثيقة التأمين هذه تشمل يعني نطاق أكبر من فكرة نقل الجثمين في الفترة القادمة؟ طبعا زي ما قلت لحضرتك احنا بدينا بشحن الجثمين، إنما عندنا طلبات أخرى. على سبيل المثال التعويض عند الإصابة في العمل، عندنا أيضا التعويض عند الفصل التعسفي من العمل. عندنا الحقيقة طلبات كثيرة جدا، وهي يمكن بتهم شريحة العمالة المصرية في الخارج. في أولويات لدراسة هذه الطلبات يا فندم؟ طبعا، علشان كده احنا بدينا بشحن الجثمين، وحضرتك عارفة دلوقتي أثناء جائحة كورونا طبعاً. كان عندنا العديد من حالات الوفاة في الخارج وأيضا الحوادث أيضا في الخارج، فعشان كده احنا ابتدينا بما يصون كرامة المصري في الخارج فيما يتعلق بشحن جثمانه بدون يعني إذلال
أو بدون صعوبات أو بدون تكاليف كمان كبيرة على أسرة المواطن. صحيح، ويمكن ده هو يعني العنوان الأبرز لوزارة الهجرة، أن كرامة المواطن المصري خط أحمر سواء كان في الخارج أو في الداخل. لكن عاوز أعرف من حضرتك، أنا كمواطن دفعت 100 جنيه وأخدت وثيقة التأمين، لا قدر الله حصل عندي حالة وفاة، إيه الخطوة اللي بعملها علشان خاطر أقدر أستفيد بهذا أو بهذه الوثيقة؟ هل بتواصل مع القنصلية، مع السفارة، هل في خط ساخن، ولا باخد حقوقي إزاي؟ طيب، جزئين. أول جزء المنصة اللي ذكرتها، اللي هي المنصة اللي أطلقتها المجمعة التأمينية. نعم. هو بس مش شراء أو شراء هذه الوثيقة، إنما كمان بيبقى فيها الإيميلات وأرقام التليفونات على مدار 24 ساعة في أي مكان في أنحاء العالم، أو لما بيحصل حالات الوفاة. نعم. بيتم إرسال البريد الإلكتروني أو الحديث تليفونيا للإبلاغ بواقعة الوفاة. وعلى هذا الأساس بيتم على طول التواصل مع أسرة المواطن علشان يبدأ في شحن أو التحمل تكلفة الشحن. نعم. في جزء آخر، وهو لابد من إبلاغ بالتأكيد القنصلية أو البعثة الدبلوماسية، لأنه هذا الجثمان مش هينزل بدون أوراق معتمدة. صحيح. من القنصلية المصرية، فلابد أيضا من إبلاغ القنصلية المصرية علشان ترجمة شهادة الوفاة، التصديق على شهادة الوفاة، كل الأوراق والمستندات الخاصة اللي بتتبعت مع الصندوق في أثناء شحن جثمان. فإذا لابد من خطوتين. الخطوة الأولى هو التواصل مع من خلال المنصة الإلكترونية للإبلاغ عن حالة الوفاة، والخطوة الثانية أو يمكن أقول في نفس المستوى أو في نفس الوقت هو إبلاغ القنصلية العامة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية. نعم. عشان تبتدي تاخد الإجراءات المتعلقة بالمستندات الخاصة بعودة الجثمان. طيب يا فندم، يمكن احنا في البداية ذكرنا انه في حملة ترويجية كبرى الحقيقة لتكثيف انتشار هذه الوثيقة بين اوساط المصريين العاملين في الخارج. خلينا نعرف من حضرتك يا فندم، اليات تعزيز انتشار هذه الوثيقة. بالتأكيد لابد من اعلام المواطنين. احنا عندنا معركة وعي، ويمكن الخدمات اللي بتقدمها الدولة أو وزارة الهجرة يمكن ما توصلش لكل الناس، خاصة إن إحنا بنلبي هذا الاحتياج. عشان كده اتفقت مع رئيس هيئة الرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين إن إحنا هنقوم بحملة ترويجية لهذه الوثيقة، حتى لو إحنا يعني شفنا هذا النجاح وهذا الصدى الإيجابي يعني في خلال شهرين 67 ألف مواطن اشتراها، ولكن إحنا محتاجين أيضا نزود من توعية المواطن بهذه الخدمة المقدمة، لأن في ناس كتير ما بتعرفش أو في ناس كتير ما بيوصل لهاش هذه المعلومة. عشان كده محتاجين ان احنا ندي مجهود اكبر في توصيل هذه الحاجة او هذه الخدمة المقدمة من الدولة، وكمان عشان نعلمهم مش بس ببيان انه تم اضافة اسرة المواطن او الدارسين في الخارج، محتاجين ايضا نعمل مجهود اضافي عشان نطلعهم على الاضافات اللي تم الاتفاق عليها امبارح، ودي بتكون موجوده طبعا بشكل مستمر يا فندم. طيب حضرتك قلتي انه في 67 الف مواطن اشتروا هذه الوثيقه، المستهدف التامين على كام مواطن؟ احنا ما عندناش رقم محدد للمستهدفين، بس حضرتك عارفه على سبيل المثال ان احنا في المملكه العربيه السعوديه عندنا 2 مليون مواطن مصري، وده اكبر تجمع للمصريين العاملين في الخارج. صحيح. وعندنا طبعا الكويت، وعندنا الاردن، عندنا ايضا في اوروبا. فاذا احنا بندي الحاجه وكل الحقيقه لما بنشوف الاقبال، لان ده ايضا على فكره الاجتماع التشاوري مش بس علشان ان احنا نزود او نضيف شرائح اخرى على هذه الوثيقه، انما كمان بنقيم هذه التجربه عشان نقدر نعرف كم واحد قدر ان هو يشتريها، كم واحد استفاد منها، عشان نقدر ان احنا نأدي الخدمه بالطريقه اللي المواطن عاوزها. فالمستهدف طبعا احنا بنخاطب كل الشرائح، بنحاول ان احنا نبتدي بالشرائح اللي هي محتاجة فعليا، لانه هذه الوثيقة يمكن تكون طبعا في احتياج ليها من ابنائنا في منطقة الخليج، على عكس الولايات المتحدة والامريكية وكندا اللي عندهم اوريدي تأمين. فيمكن الحاجة بتبقى ملحة اكتر لشرائح اشد احتياجا، ودي اللي احنا بنبتدي بيها.
معالي الوزيرة، يعني أنا من حكم معرفتي بقى بحضرتك عارف أن حضرتك دايما بتسعي للتخفيف عن كاهل العمالة المصرية تحديدا في الخارج وتلبية طلباتهم، ليه ما يكونش في أبليكيشن، وإحنا بقى بنتكلم على التحول الرقمي ودور التكنولوجيا وتعزيز دورها، ليه ما يكونش في أبليكيشن؟ الأبليكيشن ده عليه جميع الخدمات المقدمة للمصريين في الخارج بما فيها هذه الوثيقة للتسهيل، وكونه يبقى موجود على الموبايل في حالة لا قدر الله في أي حالة أقدر أن أنا أتواصل بشكل سريع معاكم. احنا بالفعل انه هذه المنصة موجودة ايضا على التليفونات المحمولة كتطبيق، والحقيقة انه انا مع حضرتك يا استاذ احمد في الفكر ده او التوجه ده، لان ده توجه الدولة بشكل صحيح. عام، واحنا دلوقتي في يعني عهد السماوات المفتوحة، فاذا لابد من ان احنا كل الخدمات اللي بتقدم للمصريين في الخارج بتبقى يعني بتوجه الرقمي الجديد للدوله. صحيح. وعشان كده لما كنا بنتكلم عن شراء الوثيقه على سبيل المثال، وزاره الداخليه عامله الحقيقه مجهود جبار فيما يتعلق بالخدمه المقدمه على المستوى الرقمي. فاذا تصريح العمل، وبرجع للوثيقه، تصريح العمل ممكن انه المواطن يجدده او يشتريه من خلال الموقع الإلكتروني، وبالتأكيد إضافة الوثيقة أيضا. فإذا إحنا بنجتهد فيما يتعلق بتوجه الدولة من خلال التحول الرقمي أكيد. وزي ما قلت لحضرتك أيضا التحول الرقمي حاخده بقى في مبادرة أخرى وهي كلم عربي. عملنا أيضا هذا التطبيق على التليفونات المحمولة لأولادنا من المصريين في الخارج، لأنه دي أيضا خدمة بتقدم لتعلمهم اللغة العربية وتعرفهم الثقافة المصرية من خلال التحول الرقمي من خلال هذا التطبيق. سعادة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بنشكر حضرتك يا فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر. نروح لموضوع آخر، والحقيقة أن مصر غنية بتراثها وبطبيعتها الساحرة اللي يمكن كتير مننا ما سبقش ليه زيارتها. عشان كده حملة إيكو إيجيبت أطلقت برنامج تعريفي وترويجي الحقيقة مهم جدا. هذا التطبيق هيخلينا أن احنا نقدر نزور المحميات وإحنا في البيت. ده إزاي؟ هو ده اللي هنعرفه من المهندس محمد عليوة، مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك أستاذ أحمد والأستاذ المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. يعني مصر حقيقة غنية فعلا بأماكن كتير وبطبيعة مختلفة كمان مش موجودة في أماكن كتير في العالم. خلينا نعرف من حضرتك يا فندم أكتر عن هذا البرنامج، برنامج التعريف بالمحميات، طبعا عن طريق استخدام الواقع الافتراضي. تمام يا فندم، هو ببساطة حملة إيكو إيجيبت تم إطلاقها من حوالي سنة وبضعة أشهر. كان الهدف الرئيسي بيها هو التعريف مش بس عن المحميات، واحنا بنحاول نعرف الجمهور فين محمياتنا، هي ليه محمية، بنحميها من إيه، تقدر تشوف فيها ايه. وزي ما حضرتك قلتي مصر ذاخره بسواء التراث الطبيعي او التراث الثقافي كمان. ففي في داخل بعض المحميات في مجموعه من السكان المحليين ليهم طابع خاص، ليهم مزيكا خاصه، اكل شرب، كل ده بيبقى بالنسبه لنا كسائحين داخلين حاجه جميله جدا عايزين نشوفها، لكن مع الاسف لقينا مصريين كتير ما تعرفش الكنوز اللي موجوده في المحميات. هو ده كان سبب اطلاق حمله ايكو ايجيبت كجزء من حملة التحضر الأخضر تحت رعاية رئيس الجمهورية. وإحنا بنعرف الناس أكتر عن المحميات وبنعرفهم فين أماكنها، هتشوف إيه جوه محمية، هتقابل مين من السكان المحليين، إيه الأنشطة اللي ممكن تعملها في كل محمية، سواء مشاهدة طيور، سواء غطس، غوص، تسلق جبال أو مشي مسافات طويلة، وآخر حاجة ممكن تقعد فين جوه المحمية. إحنا برضو بنحاول ان احنا نروج بيه الاقامه الصديقه للبيئه. ففي كامبات، في ايكولوجيز او فنادق بيئيه، فده باختصار ايكولوجي. لكن لقينا برضو ان احنا عايزين ندخل اكتر البيت المصري باستخدام التكنولوجيا عشان نوصل الرساله بشكل احسن، وكمان نخلي الناس عايزه تيجي بشكل اكبر للمحميات وتزور. ومن هنا جت فكره الفي ار او الواقع الافتراضي. احنا عندنا 12 محميه ب 12 رحلة افتراضية موجودين على سواء صفحات التواصل الاجتماعي لحملة ايكو ايجيبت اكسبيرينسز او الويب سايت والتواصل الاجتماعي بتاع وزارة البيئة. ده ممكن حضرتك من خلال انك تستخدمي الموبايل او بتستخدمي حتى اللابتوب، انك بتدخلي في رحلة افتراضية
360 او 360 درجه. لو في بقى الجوجلز او النظارات الخاصه بالواقع الافتراضي حاجة بتتحركي وبتشوفيها كانك موجوده داخل المحكمه. دي لازم يا فندم يكون في النظارات دي؟ مش لازم خالص. مش لازم علشان حاجه عشان تبقى يعني عشان تبقى الاكسبيرينس عشان تبقى الصوره 3D بالنسبه لي يعني. افهم عشان تبقى الصوره ثلاثيه الابعاد يعني. مش تبقى ثلاثيه الابعاد، لكن لو حاجه دخلت بالموبايل هتبقى بخاصيه 360 درجه يعني هتتحرك مع الموبايل كانك برضو شايف كل حاجه من خلال شاشه الموبايل. الجميل كمان استاذ محمد، بس هو حضرتك قلت ان الابلكيشن عليه اكتر من او 12 محميه طبيعيه من المحميات الطبيعيه اللي موجوده في مصر. عاوز اعرف على اي اساس تم اختيار ال 12، لان مصر فيها اكتر من 12 محميه بالفعل. مصر فيها 30 محميه. لكن احنا مركزين على المحميات ذات الطابع السياحي او الترفيهي، لان برضو دي معلومه مهمه بنشتغل عليها من فتره كبيره، ان محمياتنا في منها محميات معلنة لأسباب علمية بقى. فدي الـ الزائر مش هيلاقي فيها حاجة، يعني الزائر العادي مش الطالب مش هيلاقي فيها متعة. فإحنا مركزين على المحميات ذات الطابع السياحي. حضرتك هنا ركزتوا على المحميات اللي فيها عنصر من عناصر التشويق. بالظبط يا فندم، بالظبط. نعم. طيب المرحلة اللي سبقت بقى عرض المحميات من تصوير ورصد واختيار المحميات نفسها واختيار الصور او الفيديوز اللي انتوا يعني عرضتوها او رفعتوها على الابلكيشن الخاص بيكم او التطبيق الخاص بيكم. طبعا يعني بالنسبة لي الرحلات الافتراضية دي تم اختيارها بعد لما عملنا مجموعة من الابحاث التسويقية، سواء مع السائح الاجنبي او السائح المصري، ايه اكتر الاماكن اللي بتحب تزورها، ايه اكتر الاماكن اللي ممكن تتردد عليها، يعني ممكن تزورها اكتر من مره وليه. وكمان ركزنا على الاماكن داخل المحميات اللي فيها معلومات، يعني حضرتك لو جربت او الساده المشاهدين جربوا الرحلات هيلاقي في كل نقطه من المحميه وحاجه جوه التور او جوه الرحله بتلاقي فيه بعض العلامات الارشاديه، لما تيجي صحيح. تضغط عليها بتديك معلومه. يعني مثلا في شاطئ معين، في جبل معين، في نوعيه معينه من النباتات، في كائن حي معين، هتلاقي بتدوس عليه بيطلع لك خلفيه عن خلفيه معلوماتيه عن هذا الكائن او هذا المورد الطبيعي او حتى المورد الثقافي. يعني في رحلات فيها مثلا ناس زي العبابده، ودي قبيله بتسكن محميه وادي الجمال. بنديك كده زي اوفر فيو او معلومات سريعه مين هم العبابده، جايين منين وما الى ذلك. وداخل كل محمية بنحكي قصة المحمية. نعم. طب سؤال أخير بس لحضرتك، هل ليها مقابل مادي؟ يعني أنا عشان أدخل على المحمية دي أو زورها في مقابل مادي بدفعه؟ خالص يا فندم، خالص. طيب أستاذ محمد عليوة، مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة البيئية، بنشكر حضرتك فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر. مشاهدينا دلوقتي نروح لفاصل سريع ونرجع ونكمل معاكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. نرحب بحضراتكم مرة تانية. الحقيقة امبارح تابعنا حدث هام جدا، وهو زيارة مهمة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الكويت، التقى خلالها أمير الكويت وولي العهد أيضا كمان رئيس الوزراء الكويتي، وتم التباحث في بعض الأمور الإقليمية والتعاون بين البلدين. خلينا نتكلم عن دلالات هذه الزيارة، أبرز الملفات اللي تم طرحها مع الدكتور أحمد سيد أحمد الخبير في مركز الأهرام للدراسات. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. أهلا بيك أستاذة جمانة وأستاذ أحمد. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم. دايما بيكون في عدة عوامل نقدر نقرأ من خلالها أهمية الزيارات الرسمية ودلالتها أيضا. من أهم هذه العوامل هو عامل التوقيت. عايز أعرف من حضرتك أهمية هذه الزيارة خاصة في هذا التوقيت. يعني الشهر الماضي زار الرئيس السيسي الإمارات العربية المتحدة، وكانت تعرض لهجوم إرهابي شديد من الحوثيين، وأكد الرئيس على أمن الإمارات وأمن الخليج هو جزء من الأمن القومي المصري. إذن التوقيت مهم، وهذا الشهر يزور الرئيس السيسي الكويت ويلتقي بشقيقه الأمير نواف الأحمد ليؤكد دائما الثوابت المصرية بأن مصر تعتبر أن أمن الخليج هو جزء من الأمن القومي المصري، وأي تهديد لهذا الأمن هو تهديد الأمن المصري، ويؤكد أن مصر بكل إمكانياتها تقف إلى جانب الدول العربية والدول الخليجية
في تحقيق استقرارها وأمنها، وبالتالي هذا توقيت مهم لأن المنطقة العربية يعني خاصة في العقد الأخير تتعرض لتحديات كبيرة. يعني نقول أن هناك حالة من الهلمية والسيولة نتيجة لانتشار الصراعات في بعض الدول، الحروب، خطر الإرهاب، أزمات كثيرة، تدخلات خارجية في المنطقة العربية، وبالتالي هنا مصر في التوقيت ده هي ما نقول عليه بتلم شمل العرب، أو مسمى مصر هي القاطرة الآن التي تقود العمل العربي المشترك في الحفاظ على النظام الإقليمي العربي، على التعاون العربي، دافع هذا النظام ومواجهة التحديات. وبالتالي هي زيارة مهمة في توقيت في مخرجاتها سواء على صعيد العلاقات الثنائية بين مصر والكويت، وهي علاقات طبعا يعني علاقات تاريخية سنتحدث عنها، أو على مسار القضايا والأزمات الإقليمية والتحديات اللي بتواجه الأمة العربية. كمان أيضا تأتي في توقيت مهم يعني في الإطار الاستعداد للقمة العربية المقبلة بالجزائر. نحن نعرف أن الكويت هي ترأس الدورة الحالية للجامعة العربية، وبالتالي يتمثل أهمية كبيرة في هذا التوقيت. نعم دكتور أحمد، يعني لو حضرتك تتذكر قبل سنوات كان في مقولة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مسافة السكة، ودي كانت بتؤكد على قرب دول الخليج تحديدا، وفكرة أن مصر أبدا يعني لن تتخلى عن دول الخليج في أي وقت كان. امبارح البيان الخاص بالمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ذكر أن يعني هذه الزيارة هي دعامة قوية للاستقرار الإقليمي والاستقرار للمنطقة العربية ككل. إلى أي مدى يعني التعاون المصري الكويتي يدعم هذا الاستقرار؟ طبعا هي مقولة طبعا قالها الرئيس السيسي، هي ترجمت في أفعال وسياسات. صحيح. ودائما وأبدا مصر دائما مع الدول الأشقاء، حتى بالنسبة للكويت يعني نتذكر في حرب التسعينات عندما غزا العراق الكويت، كانت مصر من الدول التي كانت على جبهة القتال في تحرير الكويت دفاعا عن الكويت وشعب الكويت. صحيح. وتأكيدا على سيادة واستقرار الكويت، وبالتالي هي سياسة ثابتة، سياسة مصرية أكدها الرئيس السيسي في كل المحافل وكل الأفعال. كما أشرت يعني الشهر الماضي زار الإمارات عندما تعرض لهجوم إرهابي من الميليشيا الإرهابية في اليمن الحوثية، وأكد على أن أمن الخليج هو جزء من الأمن المصري وجزء من الأمن القومي العربي، وبالتالي وحدة متكاملة. الأمر المهم أن في ظل حالة الأوضاع العربية نقول هناك ما يسمى الدول الصلبة. الدول الصلبة التي على رأسها مصر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية، الكويت، هناك دائما يعني منهج مصري فكرة التعاون بين هذه الدول الصلبة لي على مسارين. المسار الأول هو تعزيز العلاقات الثنائية، تحقيق التنمية، الاقتصاد، الازدهار، الاستثمارات المشتركة، باعتبار أن هذا التعاون، هذه التنمية هي تجابه التيار الآخر أو المشروعات الأخرى، مشروعات التخريب والتدمير والإرهاب والتدخلات والتفتيت والتقسيم. وبالتالي هنا منهج التنمية هو أحد المداخل لمواجهة كل هذه الأزمات. هذا مسار. المسار الآخر هو التكاتف في أو التطابق في الرؤى حتى في المواقف، التنسيق المستمر للتعامل مع التحديات المختلفة، دعم القضية العربية، القضية الفلسطينية، دعم تسوية الأزمات في الدول العربية، في ليبيا، في اليمن، في سوريا، وفق إطار الدولة الوطنية، سيادة الدولة العربية، رفض كل أشكال الإرهاب والميليشيات الإرهابية، رفض التدخلات الخارجية، الحفاظ على وحدة وسيادة هذه الدول. وبالتالي هنا القضية العربية كجزء من المسار، ثم القضايا الثنائية. مصر والكويت تجمعهما روابط تاريخية حقيقة، يعني البلدان يحتفلان هذا العام بمرور 60 عاما على العلاقات الدبلوماسية. هناك استثمارات كويتية ضخمة في مصر في 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 مجالات متعدده، ارتفعت بشكل غير مسبوق مؤخرا كمان. صحيح. وشهدت طفره طبعا في عهد الرئيس السيسي، طفره كبيره يعني. وبالتالي هنا المنهج التنموي هو الذي يدعم فكره التشابك بين الدول العربيه، لان المصالح الاقتصاديه والمصالح المشتركه والنفع المتبادل هو المنهج الذي يقوي العلاقات ويدعم هذه العلاقات ويثبتها، هي علاقات تاريخيه، علاقات على المستوى الشعبي، هي ذراع هام جدا الحقيقه لتوطيد العلاقات. صحيح. وده مهم جدا، وذلك المنهج المصري حتى في العلاقات مع افريقيا ومع كل الدول، فكره يعني فكره المنافع المشتركه، المصالح المشتركه، ان تترجم العلاقات الى سياسات، الى افعال، الى خطوات تعود بالنافع على كلا البلدين وكلا الشعبين. وبالتالي العلاقات المصريه الكويتيه هي احدى علاقات مصر مع الدول الصلبه، كما راينا مع المملكه العربيه السعوديه، مع الامارات، مع الكويت، تمثل ركيزه للامن والاستقرار. تمثل يعني ما يسمى صمام الامان في مواجهه التحديات للامه العربيه. هناك تحديات كثيره، يعني المنطقه العربيه للاسف هي الساحه الاولى في العالم التي سماها الساحه الملتهبه، فيها تدخلات خارجيه من كل القوى الاقليميه والدوليه، فيها اكبر معدل من الصراعات والحروب والنزاعات، اكبر معدل لتصدير الهجره غير الشرعيه واللاجئين للخارج. يعني هي منطقه ملتهبه للاسف في مرحله ما بعد ما عرف بالربيع العربي. وبالتالي هنا لملمه المنطقه العربيه وتحقيق الاستقرار يحتاج للدول القاطره، الدول الصلبه، ومصر هنا. وذلك تتحرك مصر على كافه المستويات،
استقبل الرئيس السيسي الشهر الماضي الرئيس طبون الرئيس الجزائري في مصر، ثم زار الامارات، علاقات يعني مستمره مع الدول العربيه، يعني مسمى حفاظ النظام الاقليمي العربي. هذا هو بسموه صمام الامان الذي يضمن الاستقرار طبعا. ويواجه التحديات الخارجيه. طيب دكتور احمد، يعني خليني اعرف من حضرتك ابرز المخرجات المتوقعه من اللجنه العليا المصريه الكويتيه اللي طبعا هتعقد قريبا، والى اي مدى تؤثر وتنعكس هذه الزياره على تلك المخرجات؟ هذه اللجنه طبعا هي احد اليات ما يسمى مؤسسه العلاقات بين البلدين، اللجنه العليا الكويتيه المصريه المشتركه، وهي طبعا مخرجاتها مهمه في طبعا الاستثمار المشترك، التبادل التجاري، هناك علاقات كبيره قويه اقتصاديا بين مصر والكويت، وبالتالي لان ايضا يعني نقطه مهمه هي وده مرتبطه بالسياسات الخارجيه المصريه وزيارات الرئيس الخارجيه، فكره العلاقه بين السياسه الخارجيه وبين التنميه في الداخل، يعني دائما يوظف الرئيس هذه العلاقات سواء مع الدول العربيه، الدول الافريقيه، مع الدول الاوروبيه، يعني مع كافه الدول في دعم التنميه في الداخل، بما يعود في نهايه المطاف على المواطن المصري، بمعنى الان مصر تشهد معدل نمو اقتصادي غير مسبوق، هناك مشروعات قوميه كبرى في محور التنميه في قناه السويس، في العاصمه الاداريه، في كل ارجاء البلاد، هذه المشروعات في ظل نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي بشهاده المؤسسات الدوليه ومناخ الاستثمار والميزه النسبيه الاستقرار السياسي والامني، هذه البيئه كلها تمثل بيئه واعده لجذب الاستثمارات الخارجيه ومنها بالطبع الاستثمارات العربيه والكويتيه، وبالتالي مصر الان هي محطه جاذبه لكل الاستثمارات الخارجيه، خاصه في ظل بيئه مضطربه في الشرق الاوسط، بيئه مضطربه في شرق اوروبا الان والعالم كله، يعني كما نتابع حاله من الاضطراب في اوروبا وفي شرق اوروبا وروسيا واوكرانيا، وبالتالي هنا مصر من الدول سموها اللي هي الجاذبه لراس المال، راس المال يبحث عن الامان، عن الاستقرار السياسي، عن الاستقرار الامني، عن الفرص الكبيره، وبالتالي الزياره واللجنه تمثل اهميه كبيره في زياده تطوير العلاقات الاقتصاديه، زياده الاستثمارات الكويتيه في مصر، ايضا المشروعات ومساهمه الكويت في المشروعات القوميه العملاقه، تمثل ايضا دعما في ايضا في مجالات يعني التعاون الثقافي، ثم هناك نقطه مهمه وهي التعاون في المجال الامني ومجال مواجهه الارهاب، يعني كما اشار الرئيس السيسي امس في لقائه مع شقيق الامير نواف، قال ان مصر والكويت يتفقان بل يتطابقان في وجهات النظر ووحده الرؤى في مواجهه الارهاب والفكر المتطرف في تحقيق الاستقرار وتحقيق التنميه، وبالتالي هنا الكويت ايضا تمثل ركيزه مهمه في التعاون مع مصر، ومصر تحديدا لها يعني خبره في هذا المجال، مجال مكافحه الارهاب، يعني وفي وقت من الاوقات كانت تحارب الارهاب نيابه على العالم اجمع، يعني ده حقيقي، وبعدين مصر لديها تجربه فريده مميزه انها كانت دائما يعني تسير بمسارين متوازيين، مسار مكافحه الارهاب واستئصال هذا الفكر الارهابي والقضاء على البنيه التحتيه للارهاب ومسار التنميه، صحيح. وهذا نموذج مهم، يعني لم يعرقل او يعطل محاربه الارهاب التنميه، وانما سار متكاملان. حضرتك اشرت لنقطه في غايه الاهميه وفكره اضطراب العالم في الوقت الحالي، ويعني الكل يشاهد ويتابع التوتر الموجود سواء كان في أوكرانيا وروسيا، ويعني انتفاض العالم من جديد، وربما شبه يعني المحللين والمتابعين لهذا المشهد بإعادة صياغة لدول العالم من جديد والقوى العظمى من جديد. أهمية استقرار منطقة الخليج تحديدا في هذا الوقت. منطقة الخليج تمثل منطقة مهمة يعني اقتصاديا واستراتيجيا وامنيا، منطقه اقتصاديا من يعني المنطقه الاولى في العالم في تصدير في امن الطاقه في تصدير النفط والغاز، وبالتالي استقرار الخليج يؤمن الاقتصاد العالمي ويؤمن امن الطاقه العالمي، وفي ظل الان هناك عقوبات على روسيا، وبالتالي حتى بدات تنعكس في يعني ارتفاع مع اسعار النفط عالميا في ازمه ارتفاع اسعار اول مره وصل تقريبا وصل اول مره غير مسبوق طبعا نعم. وارتفاع الاسعار في اوروبا، يعني العالم يشهد مرحله من الغلاء شديد بسبب هذه التوترات وهذه الظروف، وبالتالي امن الخليج يمثل اهميه كبيره، لان على مدار التاريخ العقود الماضيه كانت دائما الخليج في ظل الازمات الكبرى هو الذي كان يؤمن بالذات المملكه العربيه السعوديه، تؤمن امدادات العالم من النفط ومن الغاز بحيث تحقق نوع من الاستقرار والتوازن بين العرض والطلب والاسعار العالميه، وبالتالي هنا تاكيد الرئيس السيسي على امن الخليج وعلى وحده الخليج والاستقرار الخليج، ويمثل اهميه ليس فقط لمصر والدول العربيه ولكن اهميه للعالم كله، وبالتالي هنا الرساله الاهم في هذه الزياره وفي هذه العلاقات هي تاكيد اخويه العلاقات بين البلدين، هي مصير مشترك ومستقبل مشترك، هي دائما تؤكد ان هناك تعاون وتطور مستمر، تؤكد دائما ان مصر هي الشقيقه الكبرى لكل الدول العربيه، ودائما بكل امكانياتها تسخرها لحمايه امن الدول العربيه، صحيح. ايضا تؤكد ان تطابق وجهات النظر فيما يتعلق بالتعامل مع الازمات، القضايا، التحديات، مواجهه المخاطر، الارهاب، التدخلات الخارجيه، لان كان هناك بعض الاطراف تحاول العبث بأمن الخليج والدول الخليجيه، لكن انا في اعتقادي ان
أن دائما أن مصر بمنهاجها ودائما بتوفير مظلة عربية للتعاون والأمن والتنسيق تمثل أهمية كبيرة. طبعا يعني احنا لو بصينا كمان على في استراتيجيه الحقيقه بتعمل عليها الدوله المصريه زي ما حضرتك اتكلمت، هو خاصه بذراع هام، يعني بندور ان هو يقوي العلاقات اكتر، هو الذراع الاقتصادي، ودي نقطه مهمه جدا. لو بصينا لحجم استثمارات دوله الكويت في مصر هنلاقيها انها حوالي 15 مليار دولار، وان الكويت هي دوله الكويت هي ثالث شريك تجاري لمصر بعد السعوديه والامارات ورابع شريك تجاري عالميا. عايز اعرف من حضرتك اهم نقاط يعني الاستثمار واهم القطاعات التي يمكن ان ننمي الاستثمار بين الدولتين مصر والكويت. بالطبع نقطه مهمه كما اشرت، الكويت تمثل شريك اقتصادي، وزي ما اشرنا العلاقات بين الدول الان بتقوم على المصالح، يعني فكره العلاقات الايديولوجيه انتهت، يعني الان المصالح، المزايا النسبيه، ماذا تقدم مصر للكويت وماذا تقدم الكويت لمصر، ما هي مزايا النسبيه للكويت الاقتصاديه والمزايا النسبيه لمصر. مصر لديها مزايا عديده، مشروعات قوميه، هناك فرص واعده للاستثمار، هناك مناخ للاستثمار، هناك بيئه جاذبه، وبالتالي هناك مشروعات كبيره يمكن الاستثمار فيها، بالذات في العاصمه الاداريه، في المشروعات القوميه، في مجال الطاقه، في مجال النقل، في مجال البتروكيماويات. ايضا الكويت لديها خبره كبيره في هذا الامر. هناك ايضا الاستثمارات الكويتيه في مجال الاسكان، في مجال العقارات، يعني هناك مجالات متعدده يمكن البناء عليها وتنميتها. ونحن الان نلاحظ ان هناك يعني تسابق او تنافس، يعني ربما دولي واوروبي حتى في الاستثمار في مصر، باعتبار كما اشرنا ان مصر لديها الان مزايا نسبيه. وراينا القمه الافريقيه الاوروبيه الاخيره دائما تؤكد ان مصر دائما اصبحت محور ركيزه في تفاعلات المنطقه، سواء على المستوى السياسي او المستوى الامني او المستوى الاقتصادي. المستوى السياسي كدوله مهمه في معالجه الازمات وتسويه الصراعات وتحقيق الاستقرار، على المستوى الامني في مواجهه الارهاب والتحديات والهجره غير الشرعيه، على المستوى الاقتصادي في تحقيق التنميه والازدهار. ونحن نعرف ان مصر لديها رؤيه ضخمه 2030 كما لدى المملكه العربيه السعوديه. الكويت ايضا لديها تجربه اقتصاديه مهمه ولديها يعني مشروعات مهمه، وفي ظل ان هناك الان توجه الى الاعتماد على التنويع الاقتصادي في الكويت، يعني عدم الاعتماد على فقط على النفط او الغاز كمصدر وحد للدخل. هناك الان في دول الخليج يتجهون الى توسيع بنيه الاقتصاد، اعتماد على مصادر اخرى للدخل غير المصادر النفطيه، وهذا يعني يولد فرص وتشابكات اقتصاديه مع الدول الاخرى خاصه مثل مصر. وبالتالي هذا يدعم ويدفع العلاقات الاقتصاديه للتطوير في مجالات متعدده، تنعكس ايجابا على الشعبين المصري والكويتي. نعم دكتور احمد، سيد احمد الخبير في العلاقات يعني بالاهرام الاستراتيجي، بنشكر حضرتك فندم بالمركز الاستراتيجي، بنشكر حضرتك فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر، وسعداء بوجودك معنا. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك يا فندم. طيب مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، كنا مع حضراتكم على مدار 3 ساعات، شوف بكره في نفس الميعاد حلقه جديده كمان من صباح الخير يا مصر. خلصت حلقتنا معكم بسرعه، الى اللقاء في يوم جديد من ايام صباح الخير يا مصر، من الساعه 7 صباحا وحتى 10 صباحا. صباح الخير على حضراتكم جميعا.